إذا تحب تعيش مرتاح قولي عنيش النساء النساء النساء. بسم الله بدينا وعلى بصدينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عسلامة، مرحبا بكم، لقاء جديد في برنامجكم نساء ونص، البرنامج اللي يعتني بالعائلة، يعتني بالأسرة، يعتني بالمرأة، يعتني بالأبناء، يعتني بكل ما يخص الأسرة المسلمة اللي إن شاء الله يا ربي تكون على منهج القرآن الكريم وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نقول أهلا رمضان، أصبحنا نقول مهلا رمضان. فمهلا يا رمضان، مازلنا ما شبعناش، مازلنا ما تنقيناش، مازلنا ما تطهرناش، مازال عنا برشا أدعية نريد أن ندعوها، عنا ذنوب كثيرة نريد أن نتخلص منها. فيا ربي بلغنا ليلة القدر ونحن في العشر الأواخر، إن شاء الله يا ربي تقبلنا من عتقاء هذا الشهر واجعلنا منهم واكتبنا منهم، ويا ربي نغنم من هذه الأيام المباركات حتى آخر لحظة من رمضان إن شاء الله. يسرى مرحبا بك. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحكي على العشر الأواخر وقلت صحيح تعديوا أربعة، معناها تقريبا أربعة ليالي فردية، معناها ليلة 28 اليوم، أما راهو مازال تنجم تكون اليوم ليلة القدر، نجم تكون ليلة 29 ليلة القدر، نجم تكون ليلة ليلة العيد، ليلة المباركة هذيك فيها برشا خير. فالحمد لله ربي يسر لنا لقاء، وإن شاء الله يا ربي تتعدى سهرية خفيفة وربي يتقبل إن شاء الله. فاتت، مرحبا يا فاتت، نورتنا يا فاتت. يفضلك يعيشك بوجودكم. على السلامة سهام، على السلامة يسر. أنا ديما نقول الحمد لله يا ربي اللي يسرنا كل مرة لقاء جديد، وإن شاء الله يا ربي كل لقاء خير من اللي قبله، وإن شاء الله كل لقاء نكونوا أقرب لربي. وكل إحنا ليلة 28 اليوم، مش مازال معناها معات ما مازال هو ضيف، وضيف عزيز وباش يروح. نعم. وكي يجيك عبد ضيف عزيز عليك ويبدا عدو باش يروح، يخلي غصه. اي صحيح صحيح. والله نعم. قرصه هكا في القلب وغصه. نعم. واحد يحس بها باش يخلي بلاصه كبيره. نعم. ان شاء الله ربي تقبل منا. امين. اللي قدرنا عليه، واحد باقي مقصر. صحيح. باقي مهما عمل باقي مقصر. بالحق راه بغمره البكي واحد يتكلم، مش صحيح. ان شاء الله ربي يتقبل منا صالح الاعمال وصيامنا وقيامنا، وربي ان شاء الله يبلغنا رمضان الجاي ان شاء الله يا ربي. رمضان هو في اطار التجاره مع الله سبحانه وتعالى، هو سوق، وسوق يعني كيما السوق الاسبوعيه، الصباح يحطوا البضاعه نتاعهم التجار، ولكن بعد في القايله ولا في العشيه يبداوا يلموا. راهو رمضان حزم امتعته وحزم بضاعته، كانت البضاعه منشوره ما شاء الله، كل واحد يغنم كما يحب. فبعد هذا السوق يوم العيد سيتحسر المتحسرون، سيتحسر المقصرون، كل واحد قصر وضيع يعني هذه الفرصه المباركه في شهر رمضان راهو باش يتحسر اكيد. ستعود الحياه الرتيبه الى العاده نتاعها، باش نرجعوا لك العاده نتاعنا. رمضان كل شيء بنين فيه، كل شيء حلو، كل شيء عنده نكهه، كل شيء عنده مطعم، كل شيء عنده ريحه. قديش عندنا واحنا قبل ما يدخل رمضان نقولوا ريحه رمضان، ريحه رمضان بالحق، كل شيء ربي سبحانه وتعالى هكا ولا لا فيه بركاته وحركته. هو راه والله دينا ودنيا. اي حركته كلها سبيسيال، وكلها بعد تخلي ياسر بلاصه حتى من الكوجينه ما تقولش معناها رغم التعب، رغم التعب لكن فما حاجه نكهه، نكهه حاجه فما نكهه تتلم العائله. أيه. كل لم تقاها معناها ان شاء الله هو اللي نعملوا فيه، والتعب اللي بخيتو تعبينه كبير ان شاء الله لله وحده. امين. ان شاء الله اطعام معناها صايمين اللي هما وليداتنا بخيتو ماهمش برانين وازواجنا باش يخلي بلاصه كبيره. انا ديما كل يومات الاخرانيين الحق نولي عندي غصه. لاباس يا فيت ان شاء الله. انا باش نكون متفائله اكثر، نحب جيتني صوره ياسر مزيانه. شفت كي احنا نبداو مثلا نقرا عامه الباك. أيه. فما كالفتره هذيك كلي نبداو نستناو فك النتيجه بعد تعب، بعد خدمه. أيه. بعد تتويج زيد كيف كيف وقت نحضر، معناها انا دخلت سيكل انجينير ولا سيكل نتاع طب ولا اي ميدان، معناها في الواحد تستنى فك الدبلومه هذيك العزيزه. أيه. الغاليه، وكالرفه وكالقلب كيفاش يدق يعني بالحق، معناها صحيح. وكانوا الصالحين زاد كانوا يدعيوا، كانوا يدعيوا قبل بستة شهور من مجيء رمضان يقولوا له يا ربي بلغنا رمضان. فمازلنا سنقول لك، والستة شهور اللي بعد
تقبل منا الست شهور الاولانيين تقبل منا، الست شهور الثانيين بلغنا. يعني يستنوا في رمضان وقلبهم متعلق برمضان وتوقيت رمضان خاطر يعرفوا قيمته، لانه يعرفوا قدره بين كل الشهور. يعني كان الكره الارضيه كلها محورها رمضان. نعم. وسبحان الله مازال الخير ومازالوا اي هذه ايام الليل وليالي الليل، ومازالوا الخير، مازالوا الايام العشر نتاع ذي الحجه، مازالوا الليالي كل ليله كل ايام عندهم الشهر نتاعو. معناها كل نهار سبحان الله في بركه، فما فات شيء. اللي مازال ما عمل حتى شيء واللي مازال ما شمرش يدي مازالوا نهايرين تو يفصلونا على العيد، مازال ما فات شيء، شمر يديك ما فاتكش الفوت، تو فرصه باش تعمل عهد جديد مع الله وكونتراتو باش اللي ديما نحكيو عليه. أي. هو العقد الخدمه، عقد الخدمه مع ربي سبحانه وتعالى، عقد نية جديده. نعم. وعقد نعم عقد الخدمه. هو سامحني، هو حتى اللي فاتوا شيء، ما زالت ليله العيد اللي برشا ناس تهون عليها وهي ليله ياسر ياسر عزيزه، خلي من ليله وتريه ولا مش وتريه، هي ليله ياسر عزيزه، معناها ليله جبر الخواطر، ليله مخافه بالخاطر، ليله باش برشا حاجات باهين تنجم تعملها. الفرحه الكبيره، الفرحه الكبيره، فرحه العمر، الامتحان، ليله الريزولتا. يكرم فيها المرء او يهان ان شاء الله. من الله ربي يكرمنا، من المكرمين يا رب العالمين. ظن الذين فرطوا في رمضان ظنوا انهم كسبوا صحتهم وما يصوموش خاطر خايفين على رواحهم، وخاصة شبابنا والأمهات والآباء، ربي يهديكم ويهدينا، اللي أولادهم يعديوا في البكالوريا وربما في امتحانات كبار يقولوا أفطر، عندك امتحانات أفطر. فنقول له راهو إذا كان يعني الصيام راهو ما ينقصش من الطاقات، بالعكس يزيد في الطاقات الذهنية ويزيد في قوة الجسد. والحمد لله رب العالمين أشرف رمضان على الانتهاء، اللي صاموه ما خرجوش أقل صحة وإلا أقل يعني تركيز وإلا النتائج نتاعهم كانت أقل، بل بالعكس كانت النتائج، لأنه بركة رمضان وبركة الصيام هذيك لابد أن لا تغادر كل عمل بإذن الله، والثمرات والنتيجة والتجارة رابحة مع ربي سبحانه وتعالى دائما. تجارة لن تبور بقدر تربي، والله بركات ونسمات تقام في حتى شهر. اي صحيح. التعب اللي معناها هنا شهر السنة بالحق عندي دهك كبير جاني ظروف معينه، والله لا نعرف القوه والواحد منين جاتني. ما شاء الله سبحان الله، معناها البركه اللي تهبط في الوقت وفي الصحه. الغزوات نتاع معناها عند الرسول صلى الله عليه وسلم شهر النصر. شهر النصر هذا الشهر هو شهر النصر. نعم. والاصل معناها هو معناها ناخذه بالاسباب، ما انت عندك امتحان وبكالوريا واحد وكل شيء، هو حالة سيئة الامتحان بعد معناها رمضان تتسحر مليح، السحور بركه، تعرف شنو تاكل في السحور، ومن بعد تتهنى بقدره ربي، ربي باش يعطيك قوه غير عاديه، بالعكس احنا فرصه احنا نبداو نستنيو. هي هو شهر رمضان شهر اكتشاف القدرات، يعني يقول لك انت تحب لك مده نتاع 30 يوم حتى تتعود على شيء جديد. يعني ك 30 يوم هذيك اكتشفت فيها اللي انت تنجم تعمل برشا حاجات اكثر من اللي تعمل في الايام العادي، تولي تواصل تعمل تخدمهم بعد. هذا يا يسرى تاكيدا لهذا، ان نحب نحيي ابائنا وامهاتنا اللي ربما يتفرجوا فينا توا، كبارنا والبركه بكبارنا اللي هما مصرين يبداوا على صوم شهر رمضان رغم العمر رغم المرض رغم ما يحبوش. يقولها حتى كي في واحد معناها تمرض يجيها مرض السكري ولا مرض معناها مزمن اللي يلزمها تفطر ولا يلزمه يفطر، يبداوا ابائنا يتحسنوا على رمضان ما يحبوش. فهنيئا لكل ابائنا ولكل من صام هذا الشهر يا رب ايمانا واحتسابا، وحتى اللي ما صامش للمرض زاد كيف كيف. نعم يحتسبوا. نعم. هذيك لله، النية هي النية، وربي يكتبه له باذن الله صايم. وكحديثك على كبارنا بصراحه انا نحب نحييهم اللي زاد كيما عاملين جهد باش يصيموا كل شيء، عاملين جهد باش يسهروا ويتفرجوا في نساء ونص. صحيح صراحة تحية ليهم الكل كبار وصغار واللي من تونس ومن خارج تونس. ونحب نخص فما جماعة في القفية في منطقة في تبربة، نحب نحييهم برشا برشا ونقول لهم معناها بوسة على الجيبين، إن شاء الله ربي يفضلكم وربي يفضل كل المشاهدين إن شاء الله وربي يتقبل إن شاء الله. امين. بالحق نوجه تحيه الى كل من يتابع فينا، والحقيقه تجينا معناها الرسائل على الخاص سواء ولا على صفحه قناه الزيتونه اللي يتابعوا في نساء ونص، واللي الحمد لله رب العالمين يثمنوا في هذا المجهود. نيتنا في ان نكونوا متواجدين في وسطكم، انه نحدث التغيير، نصنع يعني نخلق البديل في هذا في اطار معناها هذا الاعلام،
والحقيقة يعني واقع نقولوه تردي بعض البرامج، يعني ما نحكموش ما نعمموش طبعا، لكن تردي بعض البرامج اللي هي لا تمت بصلة ولا عندها حتى علاقة بهذا الدين السمح اللي فيه الفرحة. واليوم مش نحكيه على الفرحة وفرحة العيد، ديننا دين فرحة، ديننا دين خامة، ديننا دين فيانة، ديننا دين حياة، ديننا دين متعة استمتاع في إطار ما يرضي الله، ديما فيك الإطار هذاك الصحيح. النصر اللي باش اللي تحدثت عليه واللي شهر الانتصارات بالنسبة للمسلمين، هذا الشهر المبارك معركة بدر الذي انتصر فيها يعني المسلمين، وأحنا فما معركة كبيرة نخوضها كل عام عن أنفسنا، هي معركتك مع نفسك، مع نفسك الأمارة بالسوء، مع الطباع والخصال اللي أنت تربيت عليهم، واللي ربما يسرى يقول لك أنا على غالب هذيك طبيعتي، هذيك عندي الغش مغشيش، عندي ديما على أعصابي ديما، يعني يبدأ الإنسان يبرر نفسه. لكن المنتصرين ينتصروا على أنفسهم، اللي مستانس يتكلم برشا يبدأ ينقص في الكلام، واللي مستانس يغتاب يبدأ يخاف ويعس، واللي مستانس يقصر في صلاته يلقى روحه معناه ينضبط في صلاته، واللي مستانس ما ينجمش يصوم نهار حتى نافلة في العام يلقى روحه بسم الله ما شاء الله، واللي يقول ندوخ ويتيح له السكر يطلع في الآخر لا يتيح له السكر لا يدوخ بسم الله ما شاء الله. فيا ربي بارك لنا فيما تبقى فيها من هذا الشهر، وتقبله منا يا أكرم الأكرمين، وأعنا يا ربي أعنا على بلوغ آخر لحظة من لحظات شهر رمضان، ونكون إن شاء الله اللي مغنمش واللي قصر واللي يغتنم توا. يسرى برنامج اليوم، برنامج اليوم بسم الله بدينا وعني بيصلينا صلى الله عليه وسلم اليوم، صلى الله على سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله على آخر حلقة في رمضان اتلمينا بعد السعادة والولدي ومحبة ربي ورضاه ورمضان وليلة القدر حكينا، واللي فات فات الله عالم تكون شي ليلة، ليلة قدرك الليلة ولا غدوة ولا ليلة العيد ربي إن شاء الله ينجينا بها. حديثنا اليوم على أجواء العيد وتحضيراته، وبين ماضيه وحاضره، وبين اللي تعودنا عليه واللي بمرايات أخرى باش نوليو نشوفوا به، كل هذا باش نتوسعوا فيه في فقراتنا أحسن القصص وخذوا عيني شوفوا بها. فرحة العيد وما ندراك ما فرحة العيد، يقول القائل كيفاش تقولوا فرحة وإحنا في ديارنا تحصرنا والحجر الصحي شامل رجعنا؟ إن شاء الله ربي يفرج علينا ويرفع علينا الوباء ويشفي جميع المرضى ويرحم جميع موتى المسلمين والمسلمات. أما اليوم بفضل ربي باش نعيشوا الفرحة ونطبقوها في ديارنا ومع وليداتنا، هذيك علاش في فقرتنا يعطيك الصحة مع المبدعة سمية بن نور باش نمشيو في جولة في كوكب سوس وفي جمعية صاحب الطابع للثقافة الإسلامية باش نتعلموا كيفاش نعيشوا ونفرحوا في ديارنا ونفرحوا صغيراتنا. ما تنسيوش الوصفة السحرية من عند خير البرية سيدني صلى الله عليه وسلم، وافتتاحنا باش يكون مع اللي ضحكتوا شاهيها في وجهه يخليها. ملا انت تقولي نتعدي مباشرة للتقرير، اللي ضحكت وشاهيها على وجهه يخليها. النساء مسيو اش قولك في مقولة اللي ضحكت وشاهيها في وجهه يخليها؟ يعني شو نقول لك انا، تو ديبون دي سيركونستانس، ساعات العبد يبدا في صحنه يعدي كل شيء ويبدا يضحك ويفد، ساعات يجي واحد يخرج له فهمت يخرجوا من السينه نتاعو يولي عبد اخر، تقول اغزل مخيبو تاع ختي ساعاتك العبد هذاك. مدام هكي تدخل انت للاداره التونسيه ولا تمشي للخضار ولا العطار، هل تلقى التبسيمه مرسومه على وجهه؟ توا لاحظت توا شويه شيء صغار لي جون توا بداوا يفهموها الحكايه، معناتها يفو دير حاجات كيما هي، اما الكبار ديما يتغشش، كي مثلا مش تفرز خضره يتغشش يقول لك ما تمسش، يحب هو اللي يخمه هو، لازمك انت تنفذ اللي في راسه هو. والله كل عبد وكيفيه، معناها في الحكايه هذه معناها مش الشعب التونسي بالذات، يعني كل عبد وطبيعته كل عبد وكيفيه، معناها مستانس فهمتني، فما اللي ديما معناها بشوش وواحد، وفما اللي هاكا كيتويتي حتى يبدا فرحان ما يضحكش، فما ناس هكاكا فهمتني. انت من العباد البشوشين ولا ديما المكشبرين؟ انا حتى متغشش نضحك، انا ديما نضحك فهمتني. وكي تدخل مثلا لاداره تونسيه باش تقضي قضيتك ولا مشيت لعطار ولا ززار ولقيته مكشبر، اسكو تكمل تقضي قضيتك ولا معناها تروح على روح؟ انا اذا حصلت هي وصلت نقضي، اما المره معناها اللي بعدها ما نعاودش نرجع له فهمتني. ديجا نحن في الحومه عندنا واحد تقضي من عنده قول باش يضربك ديما كيكا، وين ما تمشي له باش تقضي يبدا مكشبر وعلى عصاب، وعباره جاي تطلب بنتي ولا باش تكردي مش باش تقضي بفلوسك يعني. حتى
حتى وانت كسور. هل التونسي ديما الابتسامة العريضة على فمه؟ والله مش ديما انا عريضة على فمه، وخاصة معناها في الاوقات هذه، الاوقات هذه معناها تشمل برشا حاجات، فيها معناها مشاكل سياسية، فيها مشاكل اقتصادية، فيها مشاكل معناها من ستريس، من الدنيا كلها هبط على بعضها، من شوية من الغلاء شوية، وقتاش يبدا يحس في روحه متفرد، تلقى الجو العام الكل متفرد، اما اذا كان الامور سبب بار ما عمرك لا تلقى واحد يضحك وهو مطمئن 100%. جات كي تدخل الاداره التونسيه تلقاهم بشوشين هكايا، تمشي للخضار للزازار. من باب المستحيل كان تلقى واحد في الاداره التونسيه يخدم بشوش ويخدم بقلب ورب. كي تدخل له وانت فرحان هكا يولي يطيح شويه. شكونه؟ اللي يخدم في الاداره ولا زازار ولا عطار ولا اللي هو. لا الزازار اذا كان يضحك يروح يبيع، والاداره اذا كان يضحك يحب يروح بكري. انا نضحك وقت اللي نبدا خرجت انتري تو نضحك. تو اموري هاني سانك سانك. وديما نضحك والحمد لله رب العالمين. والله الواحد منها انت بشخصيته ينجم تكون عندك بسمه انت، وكيفاش تاخذ الامور بجديه، والا انت بتوسع بالك شويه برويه منها تحاول كيفاش الموضوع هذاك كيفاش تعالجه. وتحب انت تغشش روحك ديما، تبقى ديما متغشش، حتى يقول لك صباح الخير تنجم تتغش، يقول علاش يقول لي صباح الخير. اذا تكون انت عندك خلفيات معينه يلزمك تولي انت تحلل الكلمه نتاع الطرف الاخر بطريقه اخرى. انت وقتاش تتكشبر مسيو بلغتنا نحن؟ انا نتكشبر كي نحس واحد منها يحب، سامحوني في الكلمه بالعاميه، يعدي عليا معناها نحب قال اعطيني باي وكولو. انا كيف صح كويني مازالت عندها مده غابت وكملت الكورونا خلات بعضها. شكون مازال يضحك تو؟ كلشي المعتوه ولا تاه هك تشوفوه في الافوني، اما حتى اللي في باله عند بروحه مش يضحك، اما يمثل صعيب شويه. ان شاء الله ترجع الضحكه بجاه رسول الله يا رب. والله نحن نقولوا ان شاء الله ديما واحد التبسيمه موجوده وصحات انت حسب انت والظروف. ساعات تويتي ظروف اللي تبسيمة تتنحى، وساعات فما فرحة اللي متنحى جملة واحدة، فهمت؟ واحد ديما يقول إن شاء الله التبسيمة ديما على الوجه، فهمت؟ وربي جل على صلاح كما يقول أي عبد، فهمت؟ لا هو يسمك تكوني ذكية وفنان. مرة قريت الدايل كارنيجي قال لك كيف تكون شفته وانت المتوظف ولا بايع السمك ولا الحم وتشوفيه على أعصابه وكذا، انت عمل له خرجه ملك الإطار، قل له ما أحلى شعرك ولا ما أحلى كذا، فهمت؟ لا تستدرجه وبعد اقضي قضيتك وربي يسهل ان شاء الله خير من تزيد تنتنها وتعمل مشكلة وتولي مصيبة. الحمد لله يا ربي، على خاطر صحيح انا كنت قبل نتغشش وكذا وياد، اما كي فهمت وعرفت اللي ما يدوم كان الضحكه في الدنيا، راه ما يدومش الغش وكل شيء ما يدومش. تضحك تضحك لك الدنيا، ما تضحكش الدنيا تشوف تعود تشوف فيها كلها سلبيه الدنيا. شو اللي يخليك فرحان؟ شو اللي يخليك تضحك؟ والله الحاجه اللي اسعدتني يعني في حياتي والحاجه اللي تفرهدت كي عملتها هو كي صليت الحقيقة، ارتحت نفسيتي وليت إنسان آخر يعني، وتحسنت الدنيا معايا. صليت بيها هي اللي تخليك فرحان وهي اللي تخليك سعيد وهي اللي تحلك الدنيا كل يعني، فمش حاجة أخرى بخلاف الصلاة في الدنيا، هي سر السعادة يعني. الله يعيش النساء النساء. وصفة سحرية من عند خير البرية، تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. واحنا بالتونسي قلناها اللي ضحكته شاهيها في وجهه يخليها، ولا اللي الضحكه شاهيها في وجهه يخليها. فلذلك معناها تبسم، فالنبي تبسم، الابتسامه راهي معديه. معناها علاش ندخلوا على بعضنا يعني ونصبحوا على بعضنا واحنا مكشبرين؟ صباح الخير وانا مكشبر يعني، اين من اين سياتي الخير وانت داخل وانت عبوسا قنطريره جايب المشاكل الكل معاك؟ فاحنا كلنا محتاجين للابتسامه، اللي هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث حديثا الا وتبسم، وهو من هو يا يسرى اللي هاز يعني امور معناها الامه كامله، معناها الامور نتاع الانسانيه كامله، المشاكل السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه كل كانت على حمل على سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إنه كان يتبسم. مش قولك يا يوسف؟ ذكرتني تو انت تحكي على التبسم، ذكرت صدقوني اللي يتبسم يظهر حتى من تحت الكمامه، كل عينين يبداو هكا يشعلوا هو يبدا يفتك صباح الخير، حتى ما تقولوش والله تصدقوني انا بالكمامه نتبسم طبعا، ويظهر ذكا من عيني وتحسها كما قلت انت ابار اللي هي معديه، انا نحسها تخرج من الازمات، تخرج من الازمات بطريقه رهيبه، خاصه كي ساعات نبدا نسوق في ثنيه الله غالب، ساعات نغلط نهز ايديا نتبسم ونقول له سامحني. صدقوني
فجأة ماك الغش هذيك وماك الانفعال هذيك يعمل لك هكا وتفضل وما فما حتى مشكلة. صحيح. هي الابتسامة تحسن مزاج اللي يبتسم ومزاج اللي يغزله. حتى تحسين المزاج زادة تخدم عضلات الوجه. زين قالك زين. وما يجيش تجاعيد. هي لا في بقعة البوتوكس. صحيت انت بنتك في هذا الاختصاص تعرف انه هاني مدورش انا توا شوية ضحك. يعني هاو حاجة بليش ما تكلفش يعني ولك فيها صدقة يعني أجر وثواب وجهك ديما يقعد بسم الله ما شاء الله العضلات مشحوطة ولاباس ما تستحقش حتى عمليات جراحية. الابتسامة مفتاح والله مفتاح للقلوب. للقلوب المغلقة. نعم. بلسم لك الأمراض وكل الأحزان تاع العبد ساعة ساعة عبد يجيك يعني بيه ربي ساعة ساعة حتى أنت راك وأنت إدارية أنت بيدك يا يعني نحن كنا نشوفوا كيفاش يحكي على الإدارة الكل مش الإدارة هو صغير برشا أما الأغلبية هكاك أما والله مش الإدارة الكل انا ما نشكرش روحي انا كي جيب خمطه ولا حاجه والله العظيم ده هكا هكا بيه وفي دارتنا معناها فما برشا ناس باهي هو شنو احنا خاسرين اذا كان انسان مش يبتسم يعني والله بلاش فلوس هي المعلومه هي بيده سي سامحني تعدى عليك المعلومه هي بيده اللي ما يحبش يسمعها ورا ساعه ساعه دوسي ما حذرش مازال باش يبتع في عود ما تقول له ارجع غدوه وبكل طريقه هذيك ما اللي نعرفوها الكل كي تقوله له بتبسيمه وتقوله له بسياسه والله بلسم كما قلت نعم. عندها وقع عندها وقع عندها وقع مرة تربح رحمه على والديك انها كل رحمولي على والدي الحمد لله هي على رحمه الوالدين صدقوني مره مشيت للسبيطار يا اخي مشيت باش نخلص يا اخي نلقى قلت لها صباح الخير وكل شيء تبسمت لي فرحت على الاخر قلت لها برا يرحم والديك ان شاء الله ربي يبارك لك يعطيك الصحه ما خلتنيش الحق نصورها فهمتني قالت لي انا نخدم في خدمتي وكل شيء اما بصراحه معناها فرحت على الاخر ورفعت لي معنوياتي شوف كيفاش ولينا نراوها حاجه غريبه وبالحق ترفع لنا معنوياتنا ونحسوها حاجه وكانه ماناش في الكوكب هذا كي تدخل في اداره والا هو توا بصفه عامه ولينا حتى في ديارنا حتى في ديارنا مع اهلنا يعني ما عندناش في ثقافه التبسم في وجه الاخر والا انك تتناقش وانت وشنو المشكل يعني المشاكل الكل تنجم تتحل بالعكس بالابتسامه باش تلقى طريق اكثر وباش تسهل يعني التواصل باش يسهل يا اخي هي وسيله التواصل نعم هي وسيله التواصل وهي اولى الوسائل وهي بلاش فلوس انا فما مثل حلو يعجبني هكا فيه شيء من الطرافه يقول لك اذا ما تحبش تتصدق بفلوسك تصدق بزروسك يعني والله الفلوس كان يكيدوك الفلوس ويوجعوك الفلوس وما تحبش تخرج الفلوس نعم تصدق علينا بزروسك لكن النعمة اللي ربي أنعم بها علينا بالحق لابد أن نفهم عن الله وأن نفقه عن الله وأن نتبع سيد النبي صلى الله عليه وسلم في كل الخطوات وتو تشوفوا الحياة كيفاش باش تتبدل تو بكري كي كنا نشوفوا في الفيتير كي الراجل قال معناها قال منين باش ترى أنا نتبسم واحد هاي الدنيا حالة والوباء والسياسة ومشاكل الدنيا قال كيفاش أنا باش نفهم البدايه باش تبدا من هنا باش تبدا من عندك انت كي انت تستشعر بالحق احنا ما حكينا على الرضا ما حكينا على سعاده بصراحه انا نحس في روحي فرحانه بفضل الله ربي اعطانا نعم كبيره على الاخر ما احنا مانيش قاعدين نشوفوا وخيينا في الاقصى معناها قاعدين تحت القصف ربي ان شاء الله يفرج عليهم أمين. يا ربي يفرج على معناها جميع المسلمين أمين. في كافه انحاء العالم معناها قاعدين نعيشوا في نعم كبيره ومانيش نراو فيهم يعني كاينك تقول يا يسرى انه الانسان لما يمنع ابتسامته على الاخرين وكانه ساخط على مولاه كانه ماهوش راضي بحالته حالتك الصحيه ولا حالتك الماديه ولا حالتك الاجتماعيه ولا علاقاتك في العائله ولا زوجتك ولا زوجك ولا ابنائك ما فماش علاش يعني اذا كان انت لو انك تصلح وضعيتك وتحسن الوضعيه وتصلح المشاكل الموجوده مش لازم وانت مكشبر وتاخذ بالابتسامه اللي ما تاخذوش بالسلطه نتاعك ربما الماديه ولا السلطه المعنويه اللي عندك على زوجتك ولا على اولادك نجم بابتسامه تقولها لبنتك الحاجه تطلبها منها بابتسامه والله العظيم الذبذبين وتمشي تجري هذاك علاش انا قصدك معناها حبيت نجاوب معناها المشاهد اللي كنا نتفرجوا فيه راهو السر والمفتاح كما قالت اختي فاتن انه باش يبدا من داخل انت باش تشعر بالسعاده وتعيش بالفرحه تستشعر نعمه ربي باش توليها معديه تعديها في عائلتك باش تعديها لجيرانك وخيانك وفي الحومه كل وتعديها وقتها تولي تستشعر السعاده والفرحه سامحني هو واحد يغزر جنب الاخر انت تو كي تكشبر وما بين ظفرين تمد وجهك معناها باش تحل مشاكلك ماكش تحل مشاكلك بالعكس بتزيد ازمه على ازمه وابخي تو بقي عندنا معناها شيء معناها خير كبير عايشين فيه
كمش تحكي على الكوفيد وكل نعم كبيرة كوفيد على الناس الكل. أخي أنت كاس الماء أغزل البلاصة المعبي، علاش تغزل كان البلاصة الفارغة المعمولة؟ أغزل نعم اللي عندنا، معناها كما قلت أنت لا عندنا حرب ولا عندنا حتى شيء، في الخير العينين تروح لدويرتك تلقى أهلك تلقى مليك، والباقي اللي كتبه ربي صحة البدن والرضا اللي قسمه ربي اللي حكينا عليه. والله بالحق معناها الرضا كي ترضى بوضعك وترضى بحكم ربي، حكم ربي يا اخي شنو معناه؟ ساعات تلقى ناس بالحق في حاله معناها حالتهم الماديه مترديه جدا يعني، وساعات الصحيه تلقاه يعني معناها بالبرفيزيون ماديه تلقاه بالاكسجين تلقاه يعني حالته الصحيه على الاخره، وهو يبتسم وهو يحمد في ربي ويشكر، وهو معناها ما يحملش في الناس مشاكله. فرجاء رجاء يعني كلنا وكل واحد فينا عنده مشاكله، اكيد كل واحد فينا عنده بلايص توجع فيه، كل واحد عنده امور معناها مازال يستنى باش تتحل، مش لازم نحملوا بعضنا يعني تبعات المشاكل اللي احنا نعيشوا فيها. احنا في ايام فرحه ونحبوا ديما الفرحه والابتسامه، والايامات اللي مازالوا في رمضان معناها تكاد تعد على الاصابع، والعيد جاي والعيد جاي والفرحه الكبيره جايه ان شاء الله. يا ربي بلغنا العيد وقد رضيت عنا، يا ربي يا حنين يا كريم، ونخرج من الفائزين من هذا الشهر الفضيل يوم يفرح المؤمنون بنصر الله، ونصر ربي انه ينصرك على نفسك وتكمل رمضان وانت في احسن حال مع الله ومع عباد الله. باش نحكيوا على العيد في فقره خذوا عيني شوفوا بها، باش نشوفوا الزاويه الجديده اللي راو منها هذا العيد المبارك. خذوا عيني شوفوا بها. النساء خذوا عيني شوفوا بها. النساء خذوا عيني شوفوا بها، هذا الدين السامح كل شيء. نحكيوا على المرايات ديما، انه زاويه جديده معناها جهه جديده، تناول جديد لكل امور الحياه. خذوا عيني شوفوا بها، والاعياد كيفاش هذا الدين السامح جعل لنا عيدين، عيدين اللي هما عيد الفطر وعيد الأضحى. العيدين هذوما لابد أن نحتفل فيهم، يعني هو سيحتفل العالم وسيحتفل الكون وسيحتفل الملائكة يمكن، والملأ الأعلى سيحتفل بهاتين العيدين، لأنه عيد يجي بعد شهر الصيام واللي هو ركن من أركان الإسلام، وعيد ثاني يجي بعد يعني الحج واللي هو الركن الآخر من أركان الإسلام. فشوفوا أنه أصل المؤمن لا يفرح إلا بعد ما يكمل العبادات بتاعه وعلاقته بربي تكون مريقلة وأموره منظمة وقام بواجباته، في ذلك الحين يحق لك أن تفرح، وما تفرحش يعني نص نص، تفرح فرحة كبيرة بالرغم الحجر، بالرغم معناها من الابتلاء اللي احنا فيه نفرحوا بفضل الله. نعم نعم، هي منحة، هي العيد كمهما يكون منحة ربانية، معناها بعدك التعب وكشقة باش تقوم بواجباتك، معناها صيام قيام عبادات على وجه إن شاء الله اللي يرضاه ربي، معناها قمنا به، هي منحة من بعد يجيبها لك ربي باش ترتاح وتفرح، وتفرح بالقدية مش تفرح نص فرحة. نعم، واللي كان يعني سبحان الله محرم قبل العيد يولي واجب عليك انك تعمله بعد العيد، اللي هو الاكل والشرب يعني في اثناء في نعم نعم سبحان الله، سبحان وتولي ربي. اذا كان تمنع روحك وتصوم في ايام العيد فانت نعم ذلك لا يجوز في هذا الدين السامح. باش نحكيو شويه على العيد، كيفاش العيد؟ ما جاش الاسلام هو الاول باش يسن سنه العيد والاحتفال يعني بالاعياد من قديم الزمان، من الحضارات القديمه كانوا يحتفلوا بالعيد، لكن شتانا بين احتفالنا واحتفالهم، هيهات هيهات كم فرطوا في حق أنفسهم وكم أضاعوا. قالك يا سيدي قبل كانوا الناس يحتفلوا بالعيد بطريقتين، كانوا ينقسموا إلى قسمين، ثم مجموعة كانوا في 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 الحضارات القديمة كانوا الأعياد متاعهم فرصة إنهم يتخلصوا من جميع القيم، كانوا يعني الأعياد لعب له شراب يعني جلبة ضجيج، بل كان كذلك تعري. كان فما عيد اسمه باكوس في عند اليونان والرومان، شنو المطلوب من المحتفلين بهذا العيد؟ انهم ينزعوا يعني حجاب وجلباب الحياء، يتعرون يعني يتعرون ويقومون بكل الموبقات حتى يرضوا عليهم، واللي يرفض باش يقوم بهذا فان رؤساء يعني الدين يحكموا عليه بالدفن حي،
يحطوه في كهف والا في حفره ويخليه يموت. نعم وهو حي. فهذا شق يعني له معناها سكر تعري. هذا احتفال بالاعياد كيفاش كانت. فما شق اخر كانوا يحتفلوا في الجانب الروحي فقط، كانت هي تمنيات او دعوات يقولها الانسان في قلبه، والا يمشي الى مكان العباده ويدعو معناها الاله اللي كان يعبد فيه معناها في صمت، وما عندوش الحق باش يبين الفرحه وتقام مظاهر الفرحه في البلاد. لكن احنا جاء الدين الاسلامي باش يحط الميزان، باش يعطيك الفرحه بما يرضي الله، باش يعطيك الفرحه اللي ما تهينش الانسان وما تحطش من كرامه الانسان، الفرحه اللي فيها فرحتي الدنيا والاخره، الفرحه اللي هي تاكل فيها مليح وتلبس فيها مليح وتكون على احسن هيئه، وهي من اداب يعني الاستعداد هاي للعيد ويوم العيد، انك تلبس الجديد. تلبس الجديد نعم، وانك تلبس نعم الاغتسال هي اداب الاغتسال واللباس الجديد. احسنت يا فاتن. صله الرحم نعم، كلهم في اداب العيد. ما طاب من الماكولات يعني فيما يرضي الله طبعا، بدون ديما فرح تبذير فرحه نعم نعم. صله الرحم عنده فرح دكتور نابلسي يقول عليها معنى ياسر حلو، ولو انه تو احنا في نعاود نجبدها في الحجر، ولكن حتى التليفونات معناها مانيش محرومين منها. المعنى الحلو عجبني ياسر فسر الدكتور نابلسي، قال انه من مقصد العيد لما نمشي ونعملوا صله الارحام انه تتفقد لربما عمك وولد عمك وولد خالك، لعل محتاج، لعل يستحق حاجه بطريقه غير مباشره، انت باش تفيق بيه راهو يستحق حاجه. وهنا بالحق رسالة مهمة برشا، فما برشا عباد يتصدقوا على البعاد ونسين الأقربون، وهذه بالعكس توا فرصة باش تفقد ساعة. توا هنا مازلنا توا عندنا زكاة الفطر وعندنا معناها اللي يزكي توا واللي يحب يتصدق واللي والأعمال فيه تتضاعف، يتفقد اللي أقربين الدائرة نتاعو قبل البعاد ونتفقدوا البعاد زاد. هذاك من أركان الواحد معناها العيد. معناها سيلة الرحم جبر الخواطر كما قلنا قبيليك، باش تفقد جارك الفقير، باش تخرج زكاة الفطر، باش الصغيرات كان تعرفهم محتاجين في عائلة قريبة تلبسهم تفرهدهم تقوم بالواجب. سبحان الله، هذا الدين السمح خرج هذا الاحتفال بالأعياد من المادية يعني الخالصة، وكيف كيف زادة كيف كيف ماهيش أمور روحانية خالصة، وإنما هو ميزان بين مطالب الدنيا. الجسد نعم ومطالب الروح، بين الدين والدنيا. فرحة إن شاء الله تنتظرنا إن شاء الله نقوم بها. فكرة العيد معناها سلط عليه الإسلام ضوء جديد يبعدها من بالحق معناها المادية الصرفة ومن الروحية الصرفة، باش يقول لك راك عندك الحق تعيش، عندك الحق تفرح بعد ما تعبدت، بعد ما قمت بواجبك معناها مع مولاك، بعد ما كنت من المجدين في تلك الليالي، يحق لك ويليق بك أيها المؤمن أنك تفرح، وماهيش الفرحة لنص نص، وإنما الفرحة اللي هي يعني تظهر عليك وعلى العائلة وفي الشارع، والاحتفالات لازمها تكون في كل مكان على صغيراتنا. والأصل أنه الاستعدادات يا يسرى وديما نحكيه، لأنه الأعياد متاع في الغرب ترى المظاهر ترى الزينة ترى الاستعداد فيهم الخير. احنا تو جيونا في تونس معناها اللي قاعد يحضر روحهم معناها الأعياد الغربية، جاتنا لتونس وعملت لنا غزو في الروضات نتاعنا وفي المدارس نتاعنا وفي الشوارع نتاعنا، ولينا نشوفوا آثار معناها الاحتفالات الأعياد الأخرى اللي مش تبعتنا في شوارعنا. خاطر احنا خليناهم كنا نجموا نعملوا هكاك احنا في عيادنا معناها أون سان بوس. أنت عيد بالأخص عيد الفطر، عليه ما نزينوش شوارعنا ونعملوا معناها احنا هكاك معناها حتى احنا خليناهم يغزيونا وديارنا. ديارنا اختي احنا نزين ونعملوا كل شيء. فاتن كيفاش؟ باش تحكي لنا فاتن، باش تحكي لنا فاتن كيفاش يا فاتن كنت تعيش معناها احتفالات العيد وايام العيد في داركم، وانا نعرفك اللي انت بنت ربط يعني بنت المدينه. بنت المدينه، كيفاش كانت الاحتفالات تصير؟ حق العيد، عيد الصغير انا التوا واليوم يبعثون اعز عيد، عيد المدينه، عيد الحومه. بالحق جو طابع ما تلقاه في حتى بلاصه، ما تلقاهش في الكارتي زعما سوري وكل المدينه تقعد وحدها، طابع نتاعو وحده. والله كنا ياسر نشيخو. علاش خير؟ علاش؟ شنو هي الفرق؟ اعذر احنا ما نعش انا في عائلتي نحكي مع روحي انا، ما كناش كل 10 ايام الاواخر وكل كان لي ناس في عوف تعديهم معناها عبادات وكل كان حلو وكل، احنا كنا الزوز والله. بعد شقان الفطر عندي امي وخالتي هذوما كل يوم رمضان كامل يصليوا في جامع، حكيت لك عليها سيدي مره.
كل يوم خليني نحكي على خالتي والله باش نحكي لك كل يوم نمشيو المسجد كل يوم هاي المسجد 30 مسجد يعني كل يوم مسجد تقولها هاي تقولها ما كملتش حوستي والله كما هكا تقولها لا نمشيو كل يوم جامع كل يوم معناها 30 تراويح نعم كل تراويح يصليوه في جامع تقولها باش نهار اخر يشهدوا علينا الكل شوف النية وربي كما شوف النية ويقربوا العشر ايام الاواخر باش نعملوا الحلو بيان سور خليتي كل شيء تلموا وماميتي احنا يرحمها وينعمها والله هي اللي علمتني كل شيء امي ثانيه الحق ودار قريبه لدارنا وكنا في المدينه العربي نتلموا بحذاك العشر ايام الاواخر التراويح يصليوها ومن بعد التراويح تزيكم الليله الليله قصيره يا بنتي البركه اللي فما بك اللي ما تلقاهاش تو شو يمشيوا يصليوا التراويح والله كيما نحكي لك وتحل سويني البقلوه ويقيموا الليل يصليوا عندنا في دار ماميتي جامع نصليوا غاديكا ويصليوا الفجر حاضر وهما هما يعملوا في البقلوه وهما يعملوا في الغرايبه يحكي ويفد الكوكل ويذكروا ربي ويسبحوا والله هذا كله عشت كل عملوا صغار معاهم شو ماميتي وخالتي واحنا الحظه البنات الكل كان زملاء اولاد كل واحد يعمل في حاجه اللي يعجن واللي سخن في الغرايبه واللي شكون عجينته ترشق قبل الاخر كانت بكري العجينه نتاع البقلاوه بالسميد مش فارينه نتاع تو يعني هذا يتهرى يولي بالدم شكون ترشق عجينته قبل مش شيخه مش شيخه ومع هذاك الكل دين معناها قيام وكل شيء يعني هو سمح لي يسرى هو معناها توا الفكره اللي طرحتها فات انه اللي احنا نحبوا نقولوها انه يعني راهو الفرحه وانك تعيش الدنيا نتاعك على احسن ما يكون مش معناها تفرط في عباداتك لانه احنا نشوفوا الناس يقول لك اي حتى احنا مازلنا نحلوا الحلو رغم انه ماهوش برشا الحقيقه خاصه بالظروف اللي احنا فيها توا فربي يعوض علينا ان شاء الله كنا في نعم كثيره ربما لم نحسن حمدها وشكرها فربي امتحنا فيها وسلبنا تلك النعم ان شاء الله وقت ان شاء الله ربي يفرج علينا وترجع الحياه الى النسق العادي نتاعها نستشعروا تلك النعم وانا بنت كيفك يا فاتن عشت في المدينه العربي ونتذكر الكسواني نتاع البشكوت ونتاع الغريبه وحنا هنا الغريبه والليه ومحليهم العبيد كل ما بعضهم كنا دار ماميتي بحذنا الكوشه قد يخرجوا السويني البقلاوه والغريبه هذو ما ننساهمش كي يرجعوا السويني ساعه ساعه يدق باب الدق شكون يا راجل ما تعرفوش يقول لك بربي سامحني راني انا متعدي ومرتي حبلة شمت الريحه وشتيتها والله وسنيت البقلاوه واش بيك عند ماميتي سي ساكري شكون يمسها حتى تبرد حتى تتشمع تتقص طرف من الجنب في وقتها وتنحالو صحن من غير ما تعرفوا ويهبط له ويخو الراجل سامو يعني كنتوا تطبقوا معناها في تعاليم ديننا سبحان الله معناها كل شيء الاحسان الكرامه الاحسان موجود الصلاه القيام اللمه والله العزيز لمه العائله الضحكه كي نتفكرهم اعز ايامات العمر وعندنا ليله العيد ليله العيد هذيك انا بعمري ما نتفكرش امي كي عرست لقيت راجلي كيفها رقدت ليله العيد ما يرقد حتى حد للفجر صحيح هذيك يصليوا ما نحكيوش عليها راه شو الصلاه وقيام والفجر في وقته ما احنا انا ناخذ نعطي اما امي واهلي معناها وماميتي كل هذه ما نحكيوش هذيك نحب نعطيو رساله خاطر احنا وقت يقول لك ما عندناش وقت الغالبيه معناها باش ما نجمعوش يقول لك احنا لاهين بالحلو ساعات يسهل معناها يجمع الصلاه مع بعضها تجمع الصلاوات مع بعضهم وتقوم تصلي ليله العيد صبح امي صبح الدار كان عرس ما تبداش هكا يا فاتن حتى من فرشها سامحني تفرش له اعز فرش تاع زيزه هذا اللي كنت باش نسالك هذا اللي كنت باش نسالك لانه كان قبل نتذكر انهم يا اما لرمضان يحضروا والا للعيد يخيطوا كل حفات الجدد ولا يطرزوا ولا زيزه تجبدوا ولا قمرايا وكالدنيا احتفالا برمضان وتكريم وتعظيما لشعائر الله وهذه من يعظم شعائر الله هذه هي من تعظيم نعم هو من تقوى القلوب لأنك مؤمن بأنه من فرض الصيام هو الله سبحانه وتعالى من جعل هذا الشهر المبارك معناه واصطفاه من بين الشهور وود به الأمة الإسلامية هو الله سبحانه وتعالى فلتغنم من ذلك أنا فرحت ياسر معناها أول مرة نسمع حكيكي من هكا خاطر أنا اللي معناها بالحق اللي أنا قعدت في ذاكرتي الصغيرة معناها أنا معناها في نذكر معناها جمع الزيتونة كيفاش معناها الجمعتين الثانيين الأسواق يتحلوا وقعدت عشت معناها فترة فك جمع الزيتونة محلي بسم الله ما شاء الله كيفاش كان مليء واللي بعد الثورة معناها كيفاش ولا الصف معناها كعبتين وكعبة وقعدت نتذكر حاجة أخرى اللي بعد 27
السلام عليكم. تفرغ المساجد. مش عليه رمضان وفي ليلة 27. فإذا ذكرت كأنه يعني أخبروهم بليلة القدر. ايه؟ تقول ما خفت خاطر رمضان. فرحك قالت معناها ليلة العيد العبيد تقعد معناها. معناها تتعبد. ليلة العيد الشيء اللي حضروه العيد قلت لك وأن باراليل مع الصلاة وكل ما فماش هذاك ما نحكيوش فيه. التطيب سبيسيال تاع نهار العيد البنادق الحلالم المدفونة ولا الملوخية. هي وش والناس تتزاور والناس تزور بعضها من غدوة الصباح الحوايج محدة واقفة. وعندنا عادة في تونس يخرج مثلا بابا يرحمه وينعمه يرحم جميع المؤمنين ويهز الأولاد. البنات ما يخرجوش كان كيبداو صغيرات كي تكبر وتبلى وكل ما عادش تخرج تقعد معاهم في الدار يخرجوا هما يعيدوا ونسى تقعد في الدار. عندنا عادة هنا احنا نتلموا العائلة الكبيرة مثلا الميمة والكل كان كي تعرف كل اللي باش يجيو يعيدوا عليك كل جاو كمان منهم من غدوة. عنا الدورة متاع الجامعة لما حالة توا لغالب صلاة العيد وتقول لنا بلكش معناها صلي في ديارنا صلي في ديارنا كما صلينا عمناو في ديارنا يا يسرى عمناو الكورونا واضطرينا ان نصلي في ديارنا صلاة العيد. بالعكس هي فرصة باش تحط عائلتك معاك باش تحط زوجتك وصغيراتك واخواتك ولا امك اللي معاك في الدار وتصلي انت وياهم صلاة العيد. والتكبير اللي نبداو محليك التكبير وكأنك الدندنة الدندنة والاحتفال اللي هو يعني كبير على الفرحة. راو ديننا راو الموسيقى والغناء المحرمة هي اللي فيها المجون واللي هي تتحط في القعدات اللي لا ترضي الله. أما أنا بالنسبة لي أنا تكبيرات الإحرام متاع العيد اللي معناها عيد الفطر وعيد الأضحى هي نوع من الترانيم أكد نبرة نقولوا بها نعم دندنة نخرج في طريق المسجد وإحنا ماشيين للمسجد وإحنا نكبروا بعد ثلاثة أيام ذوكم في كل وقت صلاة نكبروا. أنا يجيني فيهم معنى ياسر حلو. بكري فيتن كنت تحكي على الحزن والفراق متاع بالحق هو فما عبرة متاع بكيك يمشي سيدي رمضان أما كي تكرر الله أكبر الله أكبر تحس ربي هو الباقي الله أكبر فوق كل شيء الله أكبر راهو الدايم الله الله أكبر راهو ما تحط شيء في بالك الله أكبر هن اللي عنده شكون توفى راهو معناها راهو الدايم الله وإن شاء الله نتلقاه في الجنة الله أكبر كان عندك مريض راهو ما يدوم حال قدرة ربي إن شاء الله ربي يشفيه الله أكبر قديش نحسها بلسم بلسم لكل يسرى الله أكبر معناها بالحق لأنه هو الدايم سبحانه وتعالى لانه شفتوا احنا شهر رمضان تو برك كنا قديش نحن نتحينوا في شهر رمضان وفي هلال رمضان تو اصبحنا يعني نستعد للعيد وكانه حلمه عدى رمضان وكذلك حياتنا حلمه. كل حاجه اذا بديت احسبها وفات واذا عييت احسب روحك كيف بديت اليوم ماك عييت احسب روحك كيف بديت. لذلك احنا باش نشوفوا تو تقرير على العيد خرجنا للشارع التونسي وسالنا الناس على العيد نشوفوا التقرير ونرجع. النساء 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 الله يعيش النساء النساء. شنو أحسن مناسبة تعجبك في العام؟ العيد. العيد أنا صغير. ليش؟ خاطر فيه برشا جو برشا مهبة. كيفاش تحتفل بي أنت العيد الصغير؟ نمشي نطلع على القراب لي خاطر فيه برشا جو. كيما شنو؟ كما حويج ولبس به العيد الكبير. ها على خاطر انا نحب الحيوانات بالقدي وديما كي نمشي للبطحه ديما نبدا نلعب بالعلاش. العيد الصغير اللي فيه الحويج والدبش والمهبه ما تحبوش؟ على خاطر كل ما يجي العيد الصغير ديما ناخذ مهبه على ذاك. انت شنو تسميه عيد الصغير؟ ها تسميه شيء عيد الصغير وكهو عيد الكبير هكاك خاطر نفرح. كيفاش تحتفل بيه انت عيد الصغير؟ نشري حوايج نمشي لعموماتي نعايد عليهم وكهو. شنو تسميه انت عيد الصغير عيد الدبش عيد الحوايج شنو تسميه؟ عيد المهب. رمضان شهر رمضان خاطر تلم فيه العائله واللعب بين الصغار واي واحد يبدا متعارك مع صاحبه يرجع صحاب. رمضان سنة صحيح ما ثماش برشا خرجه اما نحن عندنا قدام دارنا نلعبوا شويه انا وصحابي في الليل وفي الصباح. انت ما يعجبكش العيد الصغير؟ يعجبني علاش ليه؟ في عيد صغير الصغار الكل يتلم ونمشوا ديما في حومتنا كل الصغار الكل يتلم نمشوا كل في كرهبة واحدة ولاد عم نحن
نحن عندنا برشا ولاد عم، نمشوا كلنا نمشوا لبلاصه واحده نصوروا فيها، نركبوا على الحصان، نركبوا على الموتورات، نلعبوا بالكوره، ديما كيك اي عيد ديما كيك، في كورونا وما غير كورونا. انت خديت حوايج العيد ولا مازلت؟ اي تو تو مازلت كي جيت من البوتيك هذيك ولبست. قاعد تقيس وكهو؟ ليه شريته. عايش انا مبروك. عايشك. العيد الصغير يعجبوني برشا حاجات هكا كيما الحوايج والالعاب وزيد الناس كي يعيدوا على بعضهم، الصغير يعيد على الكبير، برشا حاجات يعجبوني في العيد الصغير. وانت يعطيوك مهبه؟ اي يعطيوني، معناها الفاميليا الكل تعطيني مهبه. ليله الملك تعجبني ياسر ونحس فيها اللي مازلت ما اسلم. ما تقول لي عيد كبير، عيد انا نسميه عيد صرف او حوايج، انت شفت صرف خذيت باش شنو ولا عيد كبير الحمد تاكل فيه، ما ثماش عبره. العبرة كي تزرع في الجامعة ملمومة ناس، ثم قرآن ثم مدايح، فهمت للرسول وناس تحكي على سيرة النبوية كيفاش هذاك. بصراحة أنا اللي عجبني هو ليلة المدنة. والله العيد الصغير كما هيك يفرحني، حتى رمضان كي يجي يفرحني، هذوما الأعياد معناها المناسبات نحتفلوا بهم اللي يفرحونا معناها. خاطر هكا نبدلوا شوية جو، سيغتو هاك تشوف زمن الكوفيد هذايا، معناها واحد أونغواسي على الآخر، واحد ما نعرفش ستريسي، معناها مانيش كلي إنسان متفرهد هكايا، تجي حاجات باش تفرهدك، باش أموا حتى تبديل الجو نتاع هكا تحضر الحلو، هكا تلبي ولادك تشوفهم يلبسوا حاجة جديدة، تلبس أنت حاجة جديدة، كومي معناها يغير شوية في الجو. عيد الصغير هو العيد اللي يعطوني فيه أمي بابا الفلوس. ونشري فيه لبسة جديدة، نتلموا الناس الكل ونعايدوا لبعضنا ونشروا دبش وكا. شنو تسميه عيد الصغير؟ أنا عيد دبش. نعايد على أخوالي وعلى عموماتي وعلى جيراني وكا، ونتلموا مع بعضنا هما نروحوا للبلاد. توا كورونا كيفاش باش تعملوا؟ طبعا انا قاعدين في الدار، لا فما لا ماشي لا جاي بالتليفون كل شيء. المهبه شو عملنا فيها؟ بالطبيعه ذيك قبل العيد بنهار ذيك نخاف نعربن عليها من المره اللي فاتت. العيد الصغير وقت يبدا وليداتي وهنا ولاد ولادي وهنا وقت نفرح، يبداو بحذايا غادي 17. شنو يعني لك عيد الصغير؟ يعني لي شيء. ما تحبش تشري فيه الدبش ومهبه؟ ما نحبش. مناسبة هي العيد الصغير كي يتلموا فيه العائلة، ما عادش حتى الإنسان ولا في داره كئيب، في الشارع كئيب، ما عادش عندي تصور باش واحد باش يفرح العيد الصغير ولا عيد كبير ولا أي مناسبة في العالم. أنت في العادة كيفاش كنت تحتفل بالعيد؟ كنت نحتفل مع أولادي ومع راجلي ومع دارنا ومع الأهل والفاميليا الكل. تو عندي عامين عام ناول جست مشيت لدار بابا وروحت. السنة قالوا ها ما فماش فما كوفيلمون وما فماش خرجة وما فماش دخلة، إن شاء الله ربي يجريها على السلاح وكهو. مادام خديت أنت حوايج العيد لصغارك ولا؟ مازلت. علاش؟ حسب رأيك علاش؟ الظروف كيس حوايج حسب من الأسوام، والله ما نكذبش عليك. توا هبط باش نشوف ما فما شيء يعجب، ما عادش فما حتى شيء يعجب. ولدك الصغير علاش ما يحبش يعيط؟ والله ما عالظروف. شو تسميه انت ابار عيد الصغير؟ عيد المهبة. نمشي لدار ماماتي نلعب مع صحابي كيما العادة، نشي حوايج جدد، نعمل الحلو مع امي في الدار، خما بالطبيعة ونشي لعبة. عيد الصغير شنو تسميها ابار عيد الصغير؟ عيد الفرح. الله يعيش النساء. شفنا وليداتنا وخياتنا شنو يعني لهم العيد وشنو هو هذا العيد، فما اللي يقول عيد الحوايج واللي فما اللي يقول عيد المهبه وفما يقول عيد الفلوس وفما اللي يقول عيد الخروج شيخات. عيد الشيخات هو عيد الفرحه، نعم بامتياز هو فرحه بما عند ربي سبحانه وتعالى وبما اعده للمؤمن ان شاء الله، هو فرحه الصغيرات. واحنا بقدره ربي مع بعضنا باش نشوفوا انه راهو مش على خاطر احنا في حظر صحي باش نحرموا صغيراتنا من الفرحه ولا باش نتحرموا بالفرحه، فما برشا طرق نجموا نعيشوا بها الفرحه واحنا في وسط ديارنا
وكيفاش باش نعملوا يسرى قل لي. خاصة تو كيرينا هونا تو تبرمجوا على الفلوس، عيد الفلوس، عيد المهبة، عيد الفرحة، احنا باش نحاولوا نخدموا على البرمجة نتاع وليداتنا الصغار بطريقة أخرى، بحاجة أخرى، باش يبدا فخور، باش يبدا معتز، باش يبدا ترى الفرحة من عينيه، وكيما بالطبيعة فقدوا شيء لا يعطيه، لازم كبارنا يعديوا الفرحة يعني. وصغارنا يعديوا الفرحة. ما قلنا عاد الفرحة هي معجزة، إذا كان أنت ماكش فرحان وماكش حاس بالعيد، ما عندك ما تبش تعدي حتى شيء لصغارك. هي فرصة زيدة باش نتذكروا اللي ما عندوش فلوس واللي ما عندوش باش يشري حوايج العيد، وحتى كان ما عندناش الفرصة باش نعيدوا مازال عندنا أسابيع أخرى، معناها باش حتى اللي ما عندوش يلبس لبسة جديدة. يا يسرى هو ربي أدب فينا سبحان الله العظيم، أنا نرى كل شيء رسالات من عند الله سبحانه وتعالى. القرار اللي اتخذته يعني الحكومة أنه باش يكون حظر صحي من لحد من اليوم للحد الجاي، وكأنه ربي سبحانه وتعالى حب يجعلنا سواسية. كل كيف سواسية، حتى وليداتنا اللي شريوا لبسة العيد، ونقول لهم إن شاء الله تلبسوهم فرحانين ديما، وإن شاء الله تلبسوهم وانتم في أحسن حال مع الله سبحانه وتعالى، ولا يمت مزيلت وتلبسوا وتخرجوا وتتفردوا. أما سبحان الله وكأنه فيها رسالة أنه ربي يحب يسوينا الناس الكل كما في الحجر الصحي. نعم نعم، كما اللي عادي سليعة مسكين في الدار، وكما اللي مش يسافر، وكما اللي مش الواحد الكلنا في الدار. نعم، هو العيد عنده برشا أبعاد، أبعاد نفسية، واحنا هنا عايشينها، معناها سيت ان مومون ينسيك، اللي عنده حزن واللي عنده مشكل واللي عنده مصايب ينسي شويه، وعنده زاد ابعاد اقتصاديه، معناها المؤمن رحمه. اي نعم، المؤمن ليله العيد معناها الزكاه اللي تخرج حتى كان ماهيش حاجه كبيره، ما هي عندها سامبول. اي احنا عملنا كل معناها باقي واحد عنده صغير يعرف فقير يشيل له حوايج، ديما عندنا عائلات نعاونهم سبحان الله، معناها هكاك ربيونا هذيك، والكوميرس ما شاء الله يخدم كل، معناها العجله تدور شويه سورتو لي بلان. نعم، هذا فضل رمضان وفضل هذا الدين السمح. فرحه كبيره، وقتاش علاش ما نفرحوش واحنا كي نسمعوا هذا الحديث القدسي الرائع يا يسرى ويا فاتن ويا مشاهدينا، هذا الحديث القدسي الرائع اللي يقول فيه رب العالمين كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه بعشره امثالها إلى 700 ضعف، من 10 إلى 700 ضعف، كل أعمالنا، صلاة يعني صدقات، صلة أرحام، تلاوة قرآن، من 10 إلى 700 والله يضاعف لمن يشاء. إلا الصوم، رب يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه يا مؤمن، معناها تركت طعامك، يدع طعامه وشرابه من أجلي، وحطوا برشا أسطر تحت من أجلي. هذه مقصد الحديث، هذه السر في الحديث، على خاطرك هذا الكنز من الحديث. علاش تركت الطعام والشراب؟ تعم في ريجيمة ولا تصوم مع الجماعة وكجو، على خاطر بعد شقل في شقل فترة هكا طاولة من غادي لغادي باش ما يقولوش عليك هك فترة هك فترت صمت معاهم، شنو اللي تحب من الصيام تاع؟ لا بد أن يكون صومك لأجل الله، وإحنا نقول أن الصوم ليس انقطاع عن الأكل والشرب فقط، وإنما هو معناها ترك قول الزور، ترك كل كلمة معناها حديثة، ترك الصوم الخاص اللي ديما تحكي لنا عليه. نعم صوم الخاص، وإحنا نعرف أن الصوم هو ثلاث درجات، صوم العام اللي إحنا ننقطع عن الأكل والشرب وشهوة الفرج، وصوم الخاصة اللي هو ناس تعس على لسانها شنو تقول، وعلى يدها شنو تعمل، وعلى ساقها وين تمشي، وصوم خاصة الخاصة اللي هما يصوموا عن مشاهدة الأغيار، وأنه يعمل قيمة للناس لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. وقت يغفل على ربي يعتبر نفسه فطر، وقت يغفل على مولاه يعتبر نفسه لابد أن يعيد ذلك اليوم، كما احنا وقت نغلط ناكل ولا يجي مرض سبب باش ننقطع باش ناكلوا، معناها باش ما نصوموش، نرجعوا النهار، هما كي يرجعوا النهار اذا كان يجبدوا انسان بسوء ولا يتحدثوا في انسان والا ما يكونوش كما يحبهم ربي. فهذه الدرجات من الصيام، لذلك ما لا من أجلي ما تنساوهاش، ما لا نعاود الحديث، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، راه كل ذلك لأجل الله. ذاك علاش ما تحملناش مسؤولية صيامك، وإلا تقول محشش ولا مغشش، راك تصوم لأجل الله. يدع طعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان، كما نقول لكم للصائم فرحتان، فرحة عند مع فطره وفرحة عند لقاء ربه، لأن وقت باش تلقى ربي باش يبشرك بالنتيجة ستكون الفرحة يعني كبيرة برشا. آية قرآنية
تنجم تسري فينا الحياة بها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. باش ناخذوها في فقرة أحسن القصص. النساء فقرة أحسن القصص. وما أدراك ما فقرة أحسن القصص التي نتناول فيها آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الروح الذي يسري فينا فيغير فينا الأشياء الكثيرة. سعادة دائمة مع كتاب الله، طريق يعني سوي، طريق هداية، طريق ملؤه السعادة والفرحة والهناء في الدنيا والآخرة. باش ناخذوا آية عظيمة موجودة في القرآن الكريم تتحدث عن الفرح، باش ناخذوها مع بعضنا. هي الآية 58 من سورة يونس، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونحب التفاعل معك مع الآيات، ومع حتى من من الاستعاذة والبسمة، لو شادة فينا الابتسامة، احنا طول اليوم نحكي مع الابتسامة والفرحة، من الاستعاذة والبسمة لابد أني نسمع منك، من نبرة صوتك، أنك فرحان في بقراءة كتاب الله، فرحان بهذه النعمة التي بين يديك، موقن بأنه ربي بشي يبعث الحفظ والتعزيزات وقت أنت بش تستعيذ به سبحانه وتعالى وبش تتحصن به. والبسملة قلنا هي استئذان، فلابد أني نسمع من نبرة صوتك الفرحة في أنك تلقيت هذا الكتاب. يلا فات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحون. قل، واللام هنا ساكنة تستوجب وتتطلب منا الرخاوة الجزئية اللي هي البينية. قل، رد بالك تقلقلها، ما تقولش قل، نقول قل، ولا تبالغ في الرخاوة حتى أنك تقول قل. قل، وهذه البينية والتوسط في اللام الساكنة سبحان الله وكأنها تشير أن المؤمن سيقول بلسان وسطي، سيبلغ عن الله بلسان رطب، بكلمة طيبة. نعم نعم نعم، التشدد لا أغزر، ربي سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، لذلك لابد أن نقول بكل لطف للناس، لابد أن نبلغ الرسالات دون تشويهها. رد بالك اسمه الرحمن الرحيم وأنت تكون القاسي المتجبر على الناس. قل بلين، قل بفضل الله وبرحمته. الله الله الله، بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا كان وقفنا على وبرحمته، الصيلة بتاع هاء الضمير هنا تسقط. إذا كان فما وصلنا برحمته فعنا مد طبيعي مقداره القصر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أقرأ هذه بالوجهين يا يسرى، نقف على رحمته، وهذا الوقوف هو تدبري لبيان المعاني وحال الوصل كيفاش نقرأ. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يا رب اجعلنا من الفرحين في الدنيا والآخرة. قل بفضل الله ورحمته وبرحمته فبذلك فليفرحون. قل بفضل الله ورحمته وبرحمته فبذلك فليفرحوا. عاود فاتن في عقلك، نعرف النفس يضيق. يلا. قل بفضل الله ورحمته وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحون.
ساعات بأحسنتي فايدة، ساعات بعض الآيات نحفظوهم ناقص حرف وإلا تلقاها بقراءة أخرى ولا، فلابد أن نتثبت. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو خير مما يجمعون، عندنا تنوين الضم فوق الراء بعدها حرف الميم، عندنا خير مي هو الإدغام مع إبراز الغنة، ثم بعد ذلك مما، عندنا ميم مشددة لابد من إدغامها مع إبراز غنتها إطالة زمن الغنة فيها، يج عندنا الجيم ساكنة مقلقلة وشديدة الجيم، ما هيش يجمعون، يج ج يعني جراء الصوت فيها وليس من صفات الجيم جريان الصوت، الجيم الفصيحة ينحبس معها الصوت كما تقول أد ينقطع الصوت، كما أب ينقطع الصوت حال يكون الحرف ساكن، كما أد ينقطع الصوت وقتش تسمعوا وقت اللي يفترق العضوين، فنقولوا أج 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 قلقلتها يعني تحريك المخرج. مما يجمعون، وهنا النون الساكنة الموقوف عليها، النون يعني المتحركة التي ستسكن لأجل الوقوف عليها، لابد أنك تعطيها البينية متاحة التوسط تتخاول جزئية باش نسمعوها باش ما ينقصش صوتها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، ومد فليفرحوا هو مد طبيعي لأنه فمش سبب باش نزيدوا المد أكثر من القصر، فرد بالك وانت تتنغم مع الآيات تنسى روحك تعطيه ألفين أو ثلاث ألفات، ربي يحب القرآن أن يقرأ كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كيفية يقرأ بها القرآن ماهوش معناها الهواء متاعنا وإلا باش نتنغم وإلا الطبقة الفلانية وإلا المقام الفلاني، فما قواعد لابد أن نتبعها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلاوة القرآن الكريم. باش نمشيو للمعاني تاع هذه الآيات مع هذا في هذا التقرير مع أستاذتنا وأختنا الفاضلة منيرة شقرون بن نور لنرى معاني هذه الآية. الله يعيش النساء. أمنا في الجمعية ومحتضنتنا نحبها تحكي لنا إيش معناها نفرحوا بفضل الله. يعطيك الصحة يسرى تفهمني ونفهمك ما شاء الله عليك بنتي، وانت بيدك فكرت فيها تاع النقطة ذي، لو كان مشيت فكرت فيها من فضل الله ما نسيتها. دائما أعيادنا فقدت معناها مقاصدها، وانت توا قلت عيد لحلو وعيد لحوايش جدد، أي نعم هذا من السنة النبوية لبس اللبس الجديد في العيد. ديننا لا يحرم زينة الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لكن علينا أن نبحث ماذا وراء أعيادنا، ماذا تمثل أعيادنا لنا، اللي هي معناها بالكتاب والسنة عيد الفطر وعيد الإضحى. عيد الفطر هو نهاية الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بداية نزول القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن هذا العيد الأول أنه بداية الإسلام ابتدأت مع اللحظة الأولى التي اتصلت فيها الأرض بالسماء في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولحكمة بالغة ترتيب السور لننظر سورة العلق تجاورها سورة إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن فرحتنا الأولى باتصال الأرض بالسماء اللي اليوم معناها دائما عبر تاريخ البشرية دائما هناك من يرفض التصديق بأن الله سبحانه وتعالى خاطب الإنسان، بأن الله سبحانه وتعالى اهتم العناية الإلهية، حاشا للعناية الإلهية أن تخلق الإنسان وتتركه هكذا هملا. إذن بداية العناية الإلهية أنها فرحتنا بعيد الفطر
اقرأ باسم ربك الذي خلق، نتعبد لرب العالمين شهر كامل بين الصيام والقيام لكي نهذب النفس وكي نشكر رب العالمين عن أنه أرسل لنا الأنبياء والرسل الذين هم خلاصتهم وقصتهم في القرآن الكريم من خلال نبي الختم صلى الله عليه وسلم ومعجزته القرآن الكريم ومنهجه القرآن الكريم. هذا عيدنا الأول عيد الفطر. عيدنا الثاني عيد الإضحى هو نهاية نزول القرآن، حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معنى جميل، معنى يفتقده الكثير أنه تتعلق بالقرآن وتتعلق بشكون اللي جيب لكم القرآن اللي هو سيد النبي صلى الله عليه وسلم. معنى العصارة اللي خلطت لنا مع حتى الآن مع القرآن مع السنة ومع أنه نعيش فرحة بفضل الله. نحب تعدي معناها رسالة توا اللي قاعد يتفرج فينا توا، مازالوا بعض أيام على العيد اللي فاتوا معناها هذاك تعدى، توا مازال عنده نهارين ثلاثة أيام ونهار العيد باش تنصحوا. النصيحة علينا أن ننصح أنفسنا جميعا بأن نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. من نعمة الإسلام أن رب العالمين قال في صفات عباد الرحمن أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهذا المعنى يحتاجه المستقيم وغير المستقيم. المستقيم عليه أن يزداد حياء من الله سبحانه وتعالى، كيف أشكرك يا ربي، والشكر هو بمزيد معناها العمل الصالح، بمزيد المحافظة على الاتقاء في الإيمان. الذي أسرف عن نفسه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن المسرف عن نفسه الذي أضاع عن نفسه الفرصة في رمضان عليه أن يصدق، نصدق تحت يصدق، أن يصدق في أنه سيغتنم ما بقي من عمره، وأن معناها يشمر عن ساعد الجد. وقلنا دائما علينا أن نبحث عن قضية الفرح بفضل الله التي هي الاعتزاز بالإسلام. الله يعيش النساء. أستاذتنا منيرة شقرون أفادتنا بهذه المعاني اللي تحدثت عليها على الآية اللي خذيناها. بالحق فضل ربي علينا سبحانه وتعالى نستشعره مع كل نفس، نعمة القرآن، نعمة الإسلام، نعمة الانتماء إلى أمة النبي العدنان، نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو معناها النبي الخاتم اللي هو ربي سبحانه وتعالى ود نبيه، نعمة الصحة، نعمة الفهم عن الله، نعمة كل تلك نعم لابد أن نشكر رب العالمين ولابد أن نفرح بها. احنا مرجع ليش وحدنا في بعد التقرير، رجعنا بالعريف اللي مش شجرة، الشجرة اللي هي كانت أختنا منيرة شقرون، والعريف اللي هو سمية بن نور بالعابد. مرحبا يا سمية. بيك عايشك، مرحبا بكم جميعا الكل، شرفتوني وتشرفت بالجاية هذه. هاي السادة المشاهدين والمشاهدات، وأحلى تحية هي تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. محلية الاعتزاز بالإسلام. نعم. واللي هي معناها فخورة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اعتزاز بالهوية العربية الإسلامية، واعتزاز قد نرى زيدة بفلسطين وقضية الأمة في يدها، معناها يدها الجميلة اللي فيها علم فلسطين. فلسطين حاضرة في قلوبنا، فلسطين عقيدة، فلسطين توا ندعي لهم يمروا بأزمة، توا فلسطين صورة للثبات في أجمل أوقاته. معناها صحة لهم، رمضان ورباط وهنيئا لهم. أي نعم. ومعنا كان اعتزاز في الأخر بإسلامنا وبلغتنا العربية، ذيك علي جبت معايا بيت شعري نحب نحيي به السادة المشاهدين، أكيد ما مش يتفرجوا فينا في السهرة يعني جيماجين. دونك أول حاجة باش نقولها لهم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحتكم بالمساء قلتم لي، تهزئين بقدرنا أم تريدين مزاحة، فقلت إشراق وجوهكم غرني حتى توهمت المساء صباحا. الله الله ربي يبارك لك. يزم ديما نعتز بلغتنا، تقعد هي اللغة الأم، لغة القرآن. صحيح نعرف نحكي برشا لغات، أما تقعد هي التوب عن اللغة العربية. وما أدراك ما اللغة العربية، ما نستغربش اللي لقبك بالنور يعني. الحمد لله. اللهم أنر بصائرنا إن شاء الله يا رب العالمين، ونفهم ونفقه عن الله سبحانه وتعالى. سمية شابة بسم الله ما شاء الله على بنتي وعلى أختي، نعرفك ناشطة، أحكي لي ساعة كيفاش تعدى رمضان وإحنا شرفنا على توديع هذا الشهر المبارك، أحكي لي سمية. رمضان تعدى، رمضان شهر الفرحة، صحيح برشا تعب، برشا جري، برشا غسرة متاع وقت، أما يلزم نخطفوا الفرحة في وسط هذا الكل. استنى خلنا نسألك، التعب والجري تحكي لي عليه، مش جري الكوجينة أنا متأكدة.
اكيد فما جانب في الكوجينه مانيش باش نكون نعرف هكا هذاك هو اللي يخذ لك وقتك الكل أكيد. اللي واخذ لك وقتك في رمضان قول نعطينا السر حبيت القلوب نتاعي اولادي اللي قري فيهم في بعض المناطق من البلاد التونسيه في العاصمه شو محلية تسمية حبيت القلوب حبيت يعني. القلوب اولادي كلهم ياخذ بنتي معاهم اللي نقريه البنتي هما يقراوه معناها ما فماش فرق ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك شنو تقريهم الصغيرات بون برشا حاجات نقريهم نقريهم هي حصة اسمها كوكب سوسو في كوكب سوسو نحاول باش تكون بالرسم حكاية متاع كوكب هو النادي الكل اسمه نادي كوكب سوسو الانطلاقة نتاعو كانت في جمعية صاحب الطابع للثقافة الإسلامية سنين ومنين عنده حلمة صغيرة كبرت بشوية بشوية ممكن أنا لها الأوان بهذا الحضور أنها تظهر للنور دايوغ من قبل الثورة الحصة صدق النوايا أنا نقول يوصل كنا زوز ولينا قعدنا زوز توا قاعدة تكبر المجموعة نتاع الكواليس اللي قاعدين معناها يحبوا النادي هذا يكبر الكل كسوا أهل الخير ولا من الأولياء والكل قلت لي شنو تعملهم في كوكب سوسو في كوكب سوسو أباز القرآن زوز جناحات جناح القرآن وجناح سنة سيدنا صلى الله عليه وسلم الله الله وبالطبيعة جيل الهواتف وجيل الايفون والكل ما تجمش تعيط لهم حصة كلاسيكية متاع قرآن وكل لازم في كل مرة تعمل حاجة فما محفزات فما حاجات تفرح باش الهدف متاعنا الأول والآخر في كوكب سوسو كي يذكروا قرآن كي يكبروا ولا حتى توا هما صغار قرآن يساوي فرحة حبهم يجيوا فرحانين يستنين أنا العقاب متى صغاري متى الأولياء كي يحبوا يعاقبوا صغارهم يقولوا لهم مثلاً ماش كوكب سوسو وين نحب نأيد هذاك لأنه احنا زادة في جمعيتنا جمعية أحباء مع المجامع الكريم بحي النصر واحد شرفتني سمية وعنا كوكب سوسو وعنا النادي هذا والصغيرات يحبوه وعملت لي مشكلة سمية في الجمعية لأنه الصغار الكل ما عادش يحبوا يمشيوا يعني يحبوا يمشيوا كان اللقاء اللي تتأمنوا سمية لأنه بالحق الصغير يلقى الحاجة اللي تفرحه واللي تريحه واللي يتعلم منها ويروح فرحان بالحق والله العظيم ساعات يجيوا الأولياء متاعهم يروحوا بيهم يقولوا لما زلنا محبوا نزيدوا ما نحبش نروحوا إذا راو يتقرى في معناها أعلى شركات معناها كيفاش قاعدة تخدم في الماركتينج معناها في التسويق اللي هي أولا التسمية التسمية كوكب سوسو تسمية محليها وقريبة ومش يعيطوا لك معناها أستاذة ولا يا سوسو أنا ريتهم يعيطوا لها سوسو الهدف نهار آخر كي نكبر هي الحق ثم شكون معناها وقتها صحني في التسمية والكل أنا اخترت برشا تسميات وتم معناها المصادقة على كوكب سوسو أما البيوت متاع كوكب سوسو نحب نهار آخر كصغير كان أنا ربي طولي في عمري وعرضني وأنا وليت عزوزة عيط لي سوسو ما تقعدش كل الحرج بينا وكل نحب كل حاجة تقعد مغروسة في الميموار هذيك رفعت التكل معناها كلفة ما بيناتكم وثانيا قاعدة قيمة قاعدين نشوفوا مش نشوفوا زادة في التقرير كيفاش تعلم في الأطفال وهم يلعبون وسيد سيدنا صلى الله عليه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احنا باش نشوفوا فرحة العيد كيفاش تعبر عليها وكيفاش تخدمها سمية بالنور مع الصغيرات كيفاش توصل لهم فرحة العيد نشوفوا التقرير وبعدين نرجع مع بعض الله يعيش النساء بسم الله بدينا وعني بيصلينا مرحبا بكم مرة أخرى في نساء ونص المرة ذي مزلنا في السعادة ومزلنا في الفرحة ومدبنا في العواشر وقاعدين نقربوا من مناسبة هامة برشا تهم المسلمين وتفرحهم برشا برشا اللي هي العيد العيد اللي هو الفرحة واللي نحبوا نذوقوها بطعم آخر تقولي أنت فرحة في الحجر الصحي اي نعم فرحة إن شاء الله ربي يفرج علينا الكربة ويرفع علينا الغمة ويشفي جميع مرضى المسلمين ويرحم جميع موتى المسلمين وبقدرة ربي بقدرة ربي مديب كملنا باش نكملوا 30 يوم رمضان باش تتوج بفرحة المسلم اللي هي فرحة بفضل الله نحبكم تفرحوا وتطبقوا تفرحوا وتطبقوا تابعونا ربي يفضلهم المشرفين على جمعية صاحب الطابع باش تحكي لنا على الجمعية عسلامة فيك جمعية صاحب الطابع هي جمعية ثقافية إسلامية معناها تأسست منذ 10 سنوات
كنت الحمد لله توا 10 سنوات فقاعدين بنفس النسق والاستمراريه في النشاط نتاعنا. شنو مختلف في الانشطه اللي قاعدين تخدموا فيها؟ واللي نعرف اللي انا جمعيه صاحبه طبعا بتنسى حد لا صغير لا كبير، الناس الكل متمتعين في الجمعيه. هي جمعية كيما اسمها باش يكون نشاطها نشاط شامل من عدة جوانب ثقافية فكرية معناها مجتمعية، فهمت؟ عندنا مثلا اسمي من الجانب الفكري مثلا فما برشا نوادي، نادي السينما، نادي الخط العربي اللي هو معناها استمرار للهوية العربية الإسلامية، يهتم بالأغاني الملتزمة، نادي قويلة كيف خاصة بالشباب، نادي موسيقي الفن نتاعو معناها يهتم بالقضايا والقضايا الأمة كيف زيادة ما ننساوش الجانب اللي فيه الجانب الديني يتمثل خاصة في الملتقيات بخلاف هذا كل بخلاف نشاط المدرسة القرآنية راهو حسب الظروف وحسب معناه يهتم بتحفيظ القرآن الكريم على مدار 60 حزب على مدار سنوات. بدينا في 2011 بسورة البقرة توا عنا 10 سنين معناها جوست سنين بحكم الظروف كل شيء. فما زاد ما نساوش الجانب اللي يختص معناه يختص بالاطفال اللي هو متنوع فيه كما نادي سيره عبقري خاص بالشباب ولا محاله مع الدكتور محمد امين بن نور، نادي قران واخلاق كيف مع الدكتور محمد امين بن نور بين 9 و12 سنه، وفما زاد نشاط كوكب سوسو اللي هو نشاط قار كوكب سوسو على خاطره جينا اليوم وعلى خاطره حبينا نقلوا الفرحه. شكون اللي بالحق معناها ينشط فيه ساعة كوكب سوسو، وشكون الأعمار نتاع قديش أعمارهم التلاميذ اللي يحضروا؟ الأعمار بين 6 و9 سنوات، هذا بالنسبة للأعمار اللي قايمين عليها هما عندنا المدرسة والمشرفة الأستاذة سمية بن نور. عندنا زادة مجموعة من المتطوعين كما معنا أخت سنة بوحديدة، رائفة، ملكر، بيبارك لهم ديما موجودين معنا في الأنشطة في التحضيرات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سنة بوحديدة، شنو اللي خليك تجي للجمعية وتجيب بنتك ولا ولدك ومش تجيبهم كهو تنخرط معاهم في النشاط وتعاون معناها فيهم معناها في الإعداد والتحضيرات وقاعدين باش نشوفوا من بعد شنو التحضيرات؟ النادي خاطره عبارة على خليط من الفرحة، فيه خليط كبير اللي هو نوصل برشا رسائل. أنا ولدي يروح فرحان، يروح مليان، يروح عنده برشا مليان معناها شبعان ولا مليان شنو؟ يروح مليان فكريا ومليان بالسعادة خاصة. يعدي لكم طاقة في الدار، تحس فما تغيير كي يدخل جمعية مش كما يخرج. نعرفش هو الطاقة معدي هيلي ليا أنا، اللي أنا وليت حريصة أكثر منه على الحضور. هو من الأول كان هو طبعا حريص على الحضور، من بعد وليت أنا وبوه حريصين أن نكونوا موجودين. فهذا هو. عندك حاجات هكا قاعدين يديروا بيك مزيانين محليهم كنت تحكي لنا عليهم؟ هذوما تحضيرات هدايا العيد حضرناهم عنا جديدة، دونك عنا هدايا الهلال هدايا وفيها اللوجو نتاع النادي، عنا زربية صليت هذوما يعني هدايا قاعدين تقدموا فيهم معناها للتلامذة اللي يحضروا الكوكب سوسو. نعم. وشكون المشرفة اللي هي صديقتكم واللي تحبوها برشا؟ مدام سمية بن نور طبعا. مشي سمية مالا نتعرفوا على قاعدين كيما قاعدين تشوفوا عنا معناها هذه مجموعة الهدايا وباش نزيدوا نكتشفوا أكثر شنو هو الزينة اللي قاعدة تتزين واللي قاعدة تحضرت واللي كل كلمة وكل حركة وكل صورة جميلة راي فيها معنى ياسر مزيان وياسر حلو. سمية بن نور السلام عليكم. مرحبا بكم. مساء عليكم. مديرة كوكب سوسو شخصيا سمية بن نور.
سمية شنية الزينة ذي المحليها ومزينة على الأخر وهليل، وإحنا بالحق نحب نوصلوا للي قاعدين يتفرجوا فينا، نحب داركم ما زينتوش داركم في رمضان، توا فرصة من الليلة، من الليلة تبدأوا تحضروا الاستعدادات ونبدأوا نزينوا الدار ونردوها محليها ومزينة على الأخر، ونحضروها باش تخرج في العيد في أبا حلة، مش في نظافة بركة ولكن بزينة لأطفالنا ولرويحنا. بالضبط هذا هو الهدف متاعنا الرئيسي، كي تدخل ترى الفرحة وتفرح، وأي حاجة تراو فيها هوني نعطيوها للصغار أومينياتور، ماهيش مصنوعة، هما يصنعوها في الدار، كرياتيفيتي، نحبوهم هما يتحركوا، هما بيديهم يزينوا دارهم، حتى مش من حد شيء يجموا يعملوا كما شفتوا هذا، من حد شيء ولا برشا حاجات، من لا شيء ولا برشا برشا حاجات. شنو مختلف الأنشطة اللي قاعدة تخدم فيهم في وسط كوكب سوسو في رمضان؟ خاصة في رمضان ركزوا به، كوكب سوسو في رمضان اللي نحبوا نوصلوه برشا أنشطة. عنا كوكب سوسو رمضان يعني إبداع صنع، من خلال الأنشطة اللي يجمو يصنعوها كما الجيرلاند هذي يجمو يصنعوها يدويا. عنا كوكب سوسو يعني جيرلاند قصدك معناها كالشريطة محليها مزيانة، نعطيو للصغير الكونسيبت نتاع الشريطة حاضر معاه، مثلا باكو أقلام أبتي كادو صغير، ديجا مثلا صغير ما يحبش التلوين، صغير يعني ألوان يلونها على كيفه، ونقولوا لهم زينوا بها داركم، وبعديك نشوفوا احسن شريطه تزينت بها الدار هذيك باش نشجعوهم باش يلونوها باحسن ما عندهم، يخرج الصغير اللي فيه. دونك هذا حاجه من الحاجات، يعني عنا تو نشاط تلوين قاعدين نحكيوا على اطفال، قاعده نشوف في حاجه ياسر مزيانه واللي هي هكا عندها علاقه بالقمر بالشمس، حاجه ياسر حلوه ياسر. شنو النشاط هذا؟ هذا جانب علمي في كوكب سوسو، منه هو نحب نوصلوا معلومة دينية، خاطر الدين والدنيا ما نجموش نفصلهم على بعضهم. مراحل القمر بكل بساطة بالجبس، عملوها صغار لونوها صغار جديدة جديدة، خدموا فيما في حصة أخرى المجموعة الشمسية بالسلايم، شيخوا في السلايم باش نوصلوا لهم اللي وكل شيء خلقناه بقدر. وبطبيعة رمضان هو الهلال، ما يجمش يكون شهر رمضان بدون مراحل القمر. علم الأطفال وهم يلعبون، نرى في لعبة ياسر مزيانة، شك هكا متاع مفاتح ياسر حلو، كان تحكي لنا عليه. يقول لك كل صغير ملكناه دار، أما دار وياله من دار، دار اللي تصلح له دنيا وآخرة إن شاء الله. هذوما مفاتيح الجنة. الصغير كل مرة يتعلم مفهوم، مرة الصوم كلهم مفاهيم أعمال صالحة وعبادات. دونك مرة صوم مرة صلاة مرة تقوى مرة صدق مرة أمانة مرة عطاء مرة إخلاص، وبطبيعة هذا الكل يتوج في الأخر بالبوخت كلي اللي باش يلم الأعمال هذا الكل اللي هي الشهادتين، باش في الأخر هذو ما يكون عندهم عنوان مفاتيح الجنة. الله يعيش النساء النساء. الله 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 يا سمية، باش نقول لك يا سمية بالحق خدمة رائعة برشا، خدمة متاع بناء جيل إن شاء الله حامل لرسالة الإسلام، خدمة متاع بناء جيل عارف روحه وعارف هو شكون، عارف دينه وعارف انتماءاته وعارف توجهاته يعرف يختار معبي كما قالت الولية ولدي يروح لي شبعان، ومحليها الكلمة ونحييها معناها بالحق، ونحيي كل ولي حارس على وليداته أنه يرتاد الجمعيات والمساجد ويتربى كما تربيه والصحابة في المساجد، ويخرج نشأ مأمن بقضيته مأمن مأمن. تفضل يسرى قل. الولية معناها بسم الله ما شاء الله عليها، معناها عندها وظيفة معناها أوبتيسيان أكثر من كيكة، تسكن بعيدة وأكثر من كيكة، وقت اللي جينا باش نصوروا في الحلقة نلقاها ثانية الركبة وقاعدة تخدم هي ودرساف وقاعدين يكتبوا ويصوروا، يعني عندها مشاغل وعندها حاجات أخرى وسخرت وقتها الكل لخدمة النادي مع سمية. فاتن شو رايك في اللي كنا نشوفه فيه؟ حاجة بالحق حاجة ياسر حلوة، حاجة فريمون بدعة، معناها كان الصغيرات في الدور في الروضات وفي الدور للشباب وكل يعملوا لهم ديزاكتيفيتي كيما هكايا، معناها يجمعوا ما بين الترفيه وكل وقيم الدين وكل حاجة هايلة. عجبني برشا سلايم نصنعوا به الكواكب. بالحق مشيت لهم للحاجة اللي حبوها، أنا ما فهميش صغير تو، أنا عندي فاطمة بنتي وجلها تحية فطومة اللي نحبها برشا 11 عام، نهار كامل تحب تصنع السلايم،
وتحب الصغيرات الكل يحبوك العالم هذاك اللي هو عالم الفضاء وعالم الكواكب، فبالحق حسن اختيار يعني الماده اللي بتخدم بها. نعم قل لي يا سميه كيفاش يجيها الافكار هذوما كيفاش؟ والله الافكار صدقوني وليده اللحظه، وباش نعطيه لكل ذي حق حقه. مثلا فكره السلايم نشكر صديقتي وزميلتي والكل وفاك شيده والكل، هي عندها ديجا نادي بلوم والكل عندها باج بلوم ازهر، فهي سبحان الله نهارتها انا السيونس هذيك قبل رمضان، سبحان ربي قبل رمضان كانوا باش يغلقوا حزب في جزء عام من نبأ تقريبا باش نغلقوا حزب الحصه الثانيه قبل رمضان، بالزهر الحصه هذيك فيها سوره البروج باش يقراوا فيها سوره البروج، وليده اللحظه جات سوره البروج الحصتين قبل رمضان، معناها فكره باش تحكي لهم على البروج وتدخل مراحل القمر حاجه تجيب حاجه. سبحان الله. سمعت وفاء قالت لي نعملوا سلايم، ديجا سلايم مبرمجين له من قبل جاو تعطيلات، ففي الاخر كتبت قدر الله باش تكون اسورتي على جو رمضان. وبرشا برشا وفاء وبرشا فما برشا كواليس وبرشا جنود خفاء، انا وحدي انا كما نقولوا نعطي الفكره والحاجه اللي تعجبني نصور لهم التصويره ونوريها لهم وهما بالحق ينفذوا، معناها سورتو مؤخرا معناها برشا جهود تكاثفت مزيج، معناها كوكب سوس متاع جهود وحدك ما تجمش تصفق. نعم. اكيد نعم. اللي تراو فيه الكل راهو اولياء، معناها يسهروا الماضي ساعه متاع الليل والسحور هذوكم راهو كيتقصوا كالغيرلاند وكل ماهوش ساهل، كل صغير ياخذ 14 موتيف هكاك وانت تاخذ وتقعد تقص سهريه كامله للسحور قاعدين نقصوا باش الصغير يفرح، معناها تظهر حاجه على هي على قد ما هي صعيبه على قد ما هي سهله، خاطر بالحب تنجم تعمل كل شيء. صحيح. وبالإيمان بالفكرة تجم تعمل كل شيء. شنو هي الغاية من اللي قلت لي أنت النماذج هذوكم اللي قصوهم، يعني شنو فيهم النماذج؟ شنو هو اللي بالضبط يعني وقتاش عطيتوهم لهم الصغيرات؟ ثم شيء عطيناهم ليلة مثلا السلايم والكل عملناه ليلة رمضان. أنا مثلا عندي صغار روحوا لتوا يعرفوا مراحل القمر اللي هما 8 مراحل بضحكوا لعب، معناها وصل المعلومة وأنت تلعب مع صغيرك، غطسوا لونوا بالجبس عملوا سلايم في المجموعة الشمسية نتاع السلايم، عطيناهم دي بورتكلي باش يقعدوا يتذكروا النهار هذاك باش يقعد سوفينير محفور لهم الكل، وصلت لهم المعلومة وزدنا المعلومة كما نقولوا طبقناها بالضبط، وكيفاش معناها وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا يتفكرون في الخلق، معناها في خلق ربي ما وصلناش معناها باش أحكي لهم على الكون تو يعرفوا ربي، معناها من خالق هذا ما يجمش. نعم. يكون إلا ما هو خالق تعظيم ربي هذا. سبحانه وتعالى يكون من خلال التعرف على ما خلق الله سبحانه وتعالى. بالضبط. فما سحر صورة جميل جدا واللي قاعد نشوفه فيه الغزو في اعياد اخرى معناتها مش تبعتنا، وكي حكيت هي اعياد غربيه مثلا الهالوين كيفاش راهو كتمثيل وكالبشاعه ذيك اللي راهو فيها كيفاش يمثلوا فيها ويسوقوا فيها، وحاجات اخرى قاعده تندس فينا والشجره نتاع السبع وغير ذلك وغير ذلك، وطفل صغير معناها تحبوه ومعناها نحبوه يعتز بدينه في وسط هذا الكل، كيفاش جاء كوكب سوسو وربي بعث لنا كوكب سوسو باش نرسخوا فيها الاعتزاز هذايا، واللي انا حاجه فرحانه برشا توا احنا ما دبنا في حجر صحي ما فاتك شيء توا، انت فرصه باش معناها كما يقولوا تاخذ الفكره من عند سميه وتخرجوا لربما معناها نهبطوا في الصفحه مع نتاعنا مدير نتاع صفحات يتقصوا كل شيء وتبدا تحتفل اليوم في دارك، اليوم تولي اليوم ليل 28 رمضان باش تخليها اليوم عيد في دارك، ليل 29 مازال عندك ثلاثة ايام باش تحضر دارك وتزين بيتك على ابهى صله. عجبك كوكب سوسو؟ عجبتك الجمعيه؟ اي اليوم شمر يديك وما ترقدش ما ترقدش باش تفرح صغيراتنا ونزرعوا فيهم هكا البنيه يبدا. محليها ما كان المفاتح نغزلها مفاتيح الجنة. مفاتيح الجنة. كل مفتاح مكتوب عليه عمل من الأعمال الصالحة. عبادة من العبادات وإما عمل من الأعمال الصالحة وإما حاجة من الإحسان. كونسيبت كامل لازم حاجة تجيب حاجة حاجة تجيب حاجة. ما نرجع لكلام يسر على فازة بالحق أنا كإنسانة أنا أدولت وكبيرة في راس العام بالحق يعجبوني كل شيء وكل البهرجه وكل الالوان حتى اللي ايمانه قوي معناها يشدوا شيء هذاك، فما بالك بصغير انت وصغير صغارنا سورتو توا يقراوا في ليزيكول بريفي وليزيكول فرونسي والكل يزرقوهم لهم في اللي شعور نتاعهم، علاش احنا زاده ما نعتزوش بدينا؟ لابد يعني نوفروا البديل، لابد نوفروا الملجا الامن، كيف تفرغوا ما تخليهش فارغ لازم تعبيه. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نعم. وديننا يغلي بالمناسبات. نعم. ويغلي بالسعادة ويغلي بالفرحة، عنا رأس العام الهجري، عنا رمضان، عنا العيد الكبير، العيد الصغير، احنا ربطناهم بالميكلة المولد،
مثالش عوايدنا هذوك نخليهم ونزيدوا نصحوهم، نصحوا المفاهيم، تصحيح مفاهيم. علاش ما تعملش خبزة ليلة رمضان؟ لازم الخبزة في راس العام. أيس. نهار الجمعة علاش ما تعملش خبزة؟ علاش ما يكونش عيد يوم بالضبط. العيد نتاعنا هو بالضبط. يوم الجمعة احنا هذاك يوم عيد. انا كي كانت حماتي الله يرحمها كنا كل جمعة نعملوا خبزة كاتو ونعملوا معناها باش نرسخوا قيم الإسلام ومفاهيم الإسلام. احنا نهار الجمعة ما نعملوش كاتو ونعملوا الكسكسي، كنا كان نهار الجمعة. طيب وامي كان نهار جمعة للحق خرجوا الصدقه موجود، موجود التراث نتاعنا زاخر. انا ليلة رمضان لميت الصغار باكو بسكويت، ما في حد شيء بدينار و700 عملت لهم مراحل القمر بالبسكويت، كل زوز بسكويتات وفي وسطهم الكريمه البيضة وفهمتهم مراحل القمر وصنعنا 8 مراحل وبعديك اي كلوا البسكويت تزرق المعلومه. نعم. وانت وانت بضحك وتلعب. نعم. معناها نعم. اولادنا بالحق تعرف اولادنا للاسف احنا توا في وقت اولادنا قاعدين يكبروا جسما ويصغروا دينا. أيها. قاعدين ياكلوا في الماكله وقاعدين جيعانين حب وإيمان. جيعانين حب وإيمان. احنا توا في نهار كي تغيب على صغيرك نهار بركه تبلعوا الف فكره وفكره. أيها. وانت نهار بركه يشوف تتعدى على عينيه الف سيكونس وسيكونس غالطه، يتعدى على وقته الف والف شاغل يبعدوا على الخير ويغطسوا في الشر. هذا نهار فما بالك احنا اللي يغيب سنين وشهرة على اولاده، لا يقعد معاهم، لا يصحح مفاهيم، لا يحكي على تاريخ، لا يحكي على مستقبل، لا يحكي على دين، لا يحكي على حد شيء، كهو معناها تقديس المفاهيم اخرى وغياب كامل للتربية الدينية والروحية خاصة. هذه خدمة اكيد مش متاع شهر رمضان، معناها موسم رمضان فقط، اكيد فما خدمة كبيرة تقوموا بها في على 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 مدار العام. وعجبتني بكريكا انت قلت كلمة وحنا تعدين عليها، قلت وقت نكملوا نحفظوا حزب مثلا نعملوا حاجه كمكافاه ولا كجائزه باش نحفزوهم ولا حفل، فكيفاش تكون الخدمه في باقي العام يا سمية؟ شنو تعلموهم على شنو تركزوا؟ باهي في كوكب سوسو عندنا كما نقولوا العصفور ما يطير كان بزوز جوانح، دونك جناح الاولاني اللي هو القران عندهم جزء عام باذن الله معناها نحاولوا يحصلوه وديما نركزوا على كنا قبل كميه توا ولات كيفيه مش كميه، حاجتنا بصغير يطبق ايه واحده نتاع قران خير من اللي حافظ القران كله ومش يطبق في حد شيء. دي اي تدخل الصغير لازم يعاودوا هالك هذايا، نحفظ نفهم نطبق، الثلاثه هذوما لازم مع بعضهم. نحفظ آي. نفهم نطبق. اسمعوا يا كباره لما تدخل الصغار سامح سنة سمي سامحني ما نجمش نتعدم يعني بحكم اني نحفظ في القران الكريم بالحق ونحرص ديما ونقول ديما، وساعات يقولوا لي ما تصعبش على الناس خليهم يحفظوا من غير حتى فهم، لا لا ماك باش تستمتع بايات الله وباش تعيش بهم وباش تغير حياتك بهم الا وقت باش تحفظ تفهم وتطبق. نوصل للصغير راهو القران كيما يجم يطلعك الفوق كيما يجم يهبطك النوطه، دونك ديما نحاول نعمل هذه العرصه الاولى نتاعنا. نعم. هذا جناح الاول. الجناح الثاني اللي هو سنه سيدنا صلى الله عليه وسلم، سنه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي زاخره، احنا توا ماساتنا ماسات اخلاق، واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تعج بالاخلاق وتعج معناها حتى بمفاهيم دنيويه. احنا الصغار نحفظهم ان قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع ان يغرسها فنقول لهم تصوروا انتم يوم قيامه والرسول يعلم فينا النبته هذيك باش تغرسها، راهو ديننا دين حياه، راهو يغلطوكم كي يقولوا لكم الجمعيات خايبين وراهو القران الاسلام خايب وراهو القران يسكر او كونترير. نوصل لهم اول حديث يحفظوه عندي اول حديث شنو الاحاديث اللي طاها سسا اول حديث نحفظهم مثال قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. الصغير كي يعرف اللي صلى الله عليه وسلم علمنا وشوفوا الحديث معناها كل كلمه راني نفهمها للصغير نقف عليها، مش ما قالش قران ولا حديث صلى الله عليه وسلم، قال علما. نقول لهم راكم تمشيوا للمكتب تتعلموا راكم تسلكوا في طريق الى الجنه، راكم تتعلموا اي فن من الفنون راهو تسلكوا في طريق الى الجنه، راهو تحب الخياطه، تحب الرسم، تحب النحت، تحب الخط العربي، راهو هذاك طريق الى الجنه. طونكو انت نيتك باش تكون مسلم تخلي الاسلام معتز بيك وانت معتز بالاسلام. سميه نحب نزيد اضافه معناها اللي انت ما تحبش تحكي على روحك، اميره باش نحكي عليك معناها كوميم. راهي سميه اللي قاعده توا تقري معناها ودرس في الصغيرات نتاعنا بسم الله ما شاء الله، استاذه في اختصاص علمي مش علمي فقط، مع العلم معناها في علوم الارض ولا
استاذه في علوم الحياه والارض، في علوم الحياه والارض بيولوجي مع هذيك ومع هذيك ومع الماجستير هذيك، عندها الماجستير في العلوم في الـ في الـ في, الـ في علوم القران والحديث، عندي اجازه ثانيه علوم القران والحديث، وتوا في اطار ماستر اثنين اقتصاد وماليه اسلاميه. يعني محليه محليه ومن لحبي في الصغار، خاطر هذا هو معناها الحب الاساس، كل شيء هو الحب، اما لازم تنمي الحب نتاعك. معناها عملت دراسه في معناها في مجال رياض الاطفال والكل، وكيفاش تتعامل مع الاطفال. صح. التربيه الحركيه، التربيه الحسيه، دونك صاحبه مشروع يعني ذيك حبيبي مع الله سبحانه وتعالى، مثال المؤمن القوي اللي متكون فيه علميا ومتكون دينيا بسم الله ما شاء الله، ومتكون في مجال الاختصاص، مش من لا شيء قاعده تحكي. راهو سميه اللي قاعده تراو فيه النتيجه وقاعدين تراو في الثمره، راهو نتيجه معناها عمل معناها دؤوب ومعناها متواصل سنين وسنين، وتوفيق من عند ربي. احنا كي نشوفوا بيت الصدقات لهذا يصنعها الطفل معاك يا سمية، بيت الصدقات رمضان مبارك، يعني نذكروهم انه رمضان ماهوش شهر الماكله وشهر المخميخ والمسلسلات، وما تحكيوليش على المسلسلات وما تجبدونيش على خاطر هذا في دخول رمضان، يعني فانوس رمضان والاستعداد والفرحة ونور رمضان ونور القرآن الكريم اللي نشوفه فيه زادة كيف كيف، هذا يضع معناها وعاء باش يحطوا فيه. لا ذوما نورمال ما كل حصة يدخل الصغير عنده نشاط يلقاه مطلوب منه يهزوا مك الكيس هذاك، يهزوا من الكيس. من الكيس مثلا حطينا لهم في أول رمضان مفكرة رمضان اللي هي مفكرة كل نهار ما فيها حتى شيء، معناها باج ميم با ماهيش ريكتو فيرسو باش ما نكثروش عليهم، نهار واحد رمضان يخدم الباج هذيك، اثنين رمضان الى ان ينتهي رمضان. شنو فيهم؟ فيها كل شيء، فيها قم بالتحدي مثلا اليوم حضر مع امك الطاوله، فيها امشي اقرا صفحه من المصحف، فيها اقرا تفسير ايه الكرسي، فيها متى كان اول متى كان الصوم، في اي سنه كان الصوم، فيها كولوغياج، فيها متاها كيفاش تخرج الصغير باش يخرج من متاها، في صفحه بركه مفكره كل يوم فكره، كل مره يلقاو فكره. يعطيكم الصحة يا سمية بالحق، معناها مشروع هادف، مشروع رائع. قلت لي سامحني، قلت لي نرجع لك، قلت لي شنو هو الأنشطة؟ قرآن، حديث، عندنا في كوكب سوسو هذايا كما نقولوا احنا ناس ديمقراطيين، معناها بالتصويت في أول حصة عطيت قداش من اسم تسيريم تاع كوميكات معناها هادفة بطبيعة للصغار، يا إما قصص الإنسان في القرآن، قصص الأنبياء، قصص الحيوان، قصص النساء، هما صوتوا اختاروا مثلا قصص الحيوان، دونك يفهموا قصص الحيوان في القرآن. انا صدقوني نتعلم مع الصغار، وساعات تبدا المعلومه ما عنديش، وليده اللحظه وقتها نبدا واقفه معاهم ناخذ المعلومه معاهم واقول ربي زدني علما في الاخر، ونقول لهم راهو نعرف تسالوني حاجه نقول لكم نعرف، ما نعرفش نقول لكم ما نعرفش، وتو نجيب لكم المعلومه. نعم. عندنا فقره مثلا صوره وعبره، ماذا بيا ديما نوريهم الصغار ناخذ لهم تصويره، حتى كي نبدا نزابي في الفيسبوك والكل اي حاجه نلقاها نحطها على شيره تصلح لي، مثلا كيما الصوره هذه الصغير شنو يتعلم منها؟ شجره واحده واحله واحله في عروقها وقفت كميونه معبيه بالاف الاشجار اللي مقطعه من جذورها. باش نقول لهم حتى كان تونس فيها مشاكل وتونس فيها برشا حاجات خايبه، ميسالش طفيوا الشيء هذاك وتمسكوا بجذوركم. ما فيهاش تونس ايمانكم حاجه الباهيه باذن الله. لا فيها برشا حاجات باهيه، فيها كوكب سوسو. كوكب سوسو حاجه باهيه. هو الشجره اللي بعروقها والحيه، الشجره اللي عروقها ممتده في الارض هي شجره حيه، المتشبث بدينه وعائلتك هو إنسان قوي. نعم ما يقدروش عليه الأموات، أموات القلوب وأموات الفكر ما يقدروش عليه، ما نجموش يزعزعوه. بالضبط. مثلا هذه فكرة صغير باش تعملوا تحفيز معنوي والكل، هذوما راهو الأولياء يجموا حتى لو في تعرضهم الحاجات في كل شيء موجود، راهو سنسأل والله سنسأل. نعم. كل شيء موجود، انت نهار كنت شد التليفون ادخل اكتب على جوجل انشطه للاطفال لترسيخ المفاهيم الدينيه. نعم. كل ما يلون صوره الصغير في جزء عام يحفظها يلونها. نعم. كأنه يحس روحه سيء، معناها يعني اسماء الصور، يعني اكتشف اسماء النجوم، كأنه هو الصاروخ بعيد معناها عليه باش يوصل للقمره، معناها جزء عام اللي هو هذا جزء عام، هذا جزء عام هو الهدف اللي يحب يوصل له. بالضبط. هذا مثلا مفهوم، هذا تلوين بنتي بون، هذه ورقه نتاع خمسه صلوات كل 30 يوم، كل صلاه فيها كل نهار في خمسه صلوات. الصغير كان صلى يلون، كان ما صليش يلونها باللكحه. يعني النجمه فيها خمسه يعني صلوات، اي صلوات كل ما يصلي صلاه يلونها يعدي نهاره يلون النجمه كامله، يعني صلى صلواته الخمس كان بوانت ماشي نجمه نتاع الشهر. بالضبط.
مثال هذايا حاجه نتاع رمضان كريم، الورقه هذايا تعطات مثلا نهار فك الكيس هذاك، هو ما كتبش ربي الله غالب ربي يرفع علينا البلاء والوباء باش تتواصل الحصص، الزوز حصص اللي حصلوا في رمضان، هذايا ورقه ياخذها الصغير يلوج توصل له مفهوم علمي وفي نفس الوقت مفهوم ديني، تعلم نوامر، انا بنتي صغيره تحسب حتى العشره، تو اللي تعرف تحسب حتى ال 26 خاطر اليوم 26، دونك يلوج كل يوم يعني العد معناها عد العد بأيام رمضان وماهيش سهلة معناها لازم يعمل معناها بحث بصري معناها والكل باش يلوج ويلون وكل صغير توصلوا اليوم جاتني تبكي انا بنتي تبكي او فري سونس دو مو لونت توا قبل ما نجيكم بشويه لونت 26 وجاتني تبكي شبيك قلت لها نسخايل بلفظت في التلوين قالت لي رمضان عدوا باش يوفى قعدوا كان اربعه شفت 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 كيفاش دونك يعطيك الصحه يا سيدي هذا اللي حبينا نوصلوه ان شاء الله حق شيء يثلج الصدر يعني هذه ما ينجم يكون كان انسان مؤمن برسالته مؤمن على الجاء في هالحياه هذه جينا باش نلبسوا ونحوسوا وناكلوا ونشربوا الحياه حلوه وخضره نعم اي نعم لكن لن ما نكتفيوش بذلك وانما لابد ان نمرر الرسالات يعطيك الصحه سمية فرحانين برشا ان شاء الله ما يكونش هذا اخر لقاء واخر موعد مع بعضنا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ديما نشوفوك ونشوفوا النشاط نتاعك اللي قاعده تقدم فيه مع الاطفال احنا في ختام هذا اللقاء نحب نقولوا انه الفرح والسعاده هو انك تكون في 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 طريق رب العالمين الفرح والسعاده انك تكون انسان قد استجاب لاوامر الرحمن سبحانه وتعالى شهر رمضان شارف على الانتهاء العيد جايه لابد ان نحتفل بالعيد في بيوتنا لابد ان نرى مظاهر الزينه وظاهر الفرحه علينا وفي بيوتنا خلي وليداتنا يعتزوا بهذا الدين السمح باش ينهار اللي يراوه في الثقافات الاخرى ما يحسوش رواحهم ملهوفين على الاحتفال ب ما نحبش حتى نسميهم اما انتم كلكم كلهم تعرفوهم يا نحتفلوا بمولد ابن الرب في الوقت الفلاني ولا نحتفلوا بهالوين اللي هو ما نعرفش شنو وبعيد الحب اللي هو فلا بد ان معناها نلقاو الفرحه في ديننا وليداتنا ما يبحثوش عليها في مكان اخر نحب نقول لكم عيدكم مبارك ان شاء الله خاطر ان شاء الله العيد مازال له ايامات معدودات كما رمضان ايامات معدودات وشارف هذا الضيف العزيز الغالي علينا ان يودعنا ان شاء الله يلقانا ان شاء الله في السنه القادمه باذن الله لنصومه باش نختم بكلمه منكم بعد ذلك باش نختموا بكلمه من وليداتنا يسرى شنو اخر كلمه الختام نحب نقول ما عادش بكري ما عادش بكري كاين فاتتك ليله القدر ولا مازلت انت مازال ليله القدر حتى ليله العيد هي نحكي لك اليوم نتلمسوا حتى ليله العيد نتلمسوا حتى ليله العيد وانت اليوم تنجم تكون ليله قدرك كيفاش ليله قدرك انه وقت اللي تقوم وتدعي لربي باش تغير معناها باش يتغير اي نعم ربي يستجيب الدعاء ولكن انت فرصه باش تغزل المريه وتجدد عهد مع ربي تقول له اي يا ربي باش نعملوا كونترات جديد يا ربي الذنوب اللي فاتت يا ربي استغفرك اتوب اليك يا ربي بصرني باللي ما في باليش بيه يا ربي نحب نبدا صفحه جديده وعهد جديد كيوم ولدتني امي نحب نبدا صفحه جديده وهذه بالحق لما تحاسب روحك وتقف روحك مع المرية ستكون ليلة قدرك مع إنسان وإن شاء الله ربي يغفر لنا جميعا ويكتب لنا من عتقاء من النار يا رب أنك تتصالح مع ربي سبحانه وتعالى وتبرم معه عقد جديد راهو المصالحة مع الله سبحانه وتعالى احنا وين باش نشوفوها في مصالحتك مع ذاتك وقبولك لدينك ومصالحتك مع الآخرين راهو العلاقة العمودية لابد صحيحة لابد أن تثمر علاقة أفقية صحيحة فانظر إلى حالك مع الناس فاتر كما قالت يسرى حتى اللي فاتوا حاجات في رمضان ميساش ما زالت ليلة العيد وهي ليلة عزيزة غالية نحاولوا نجبروا خاطر مسكين نحاولوا نعم. نعمل أي بارك الله ما فيه. عندها قيمة كبيرة الحق فما برشا ناس محتاجين حتى كان احنا محصورين في ديارنا فما ميلي اون فاسون باش نجموا نفرحوا ما ننساوش حتى كان ماناش باش نخرجوا من ديارنا فما التليفون للكبار فما زوم فما ميسانجر باش نشوفوا اخوتنا باش نشوفوا عائلتنا باش نشوفوا اصحابنا باش نعيشوا العيد في ديارنا ومع حبايبنا وعائلتنا اون ميم طون وربي ان شاء الله يحييكم لامثاله وان شاء الله عيد مبروك سعيد على الامه أمين. اجمعين وان شاء الله كل عام وانتم بخير امين ذكرتني في وسائل التواصل الحديثه الكثير من الناس نعرفهم انهم يحطوا يلبسوا
عم ناول خاصة في كورونا وقت اللي عم ناول يلبسوا حوايج العيد في ديارهم، يحطوا الحلو ويحطوا الزوم وإلا يعني الميسنجر ويقعدوا هما وعائلاتهم اللي هما تحرمنا من بعضنا لسبب ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ربما مش كي تمشي كورونا نعرفوا قيمة التزاور والتراحم وصلة الأرحام وزيارة الأقارب وما نسلموش فيها. سمية، أنا تعقيبا على كلامكم وكل نعاود نرجع لوسائل التواصل الاجتماعي اللي هي السلاح ذو حدين، معناها فيها الباهي وفيها الخايب. أنا باش نقرأ رسالة قصيرة للأباء والأمهات، هو الظرف ظرف عيد وظرف كونفينمون وظرف فرصة باش نقعدوا مع عائلة مخلط كما قلت شوية شوية، سيختو الأباء والأمهات نحب نقول لهم معناها راهو صغاركم كيما مستحقين الثوب الجديد، مستحقين باش تقعدوا معاهم معناها في قاعده تفهموا وتسمعوهم، سيختو اسمعوهم وافهم صغيرك شنو عنده. ما تعتذروش بضيق الوقت فتكونوا كمن يضحك على نفسه. الصحابه رضوان الله عليهم معناها فتحوا العالم وكانوا يرجعوا لاولادهم يفتحوا لهم عقولهم وينوروا لهم دينهم. ما تعتذروش اللي ما ثماش بو ولا ما ثماش ام، الزوز مهمين، اما كان فما واحد بركه ما يسالش باش ياخذ الاجر هو فا دو، اما ديما نقولوا راهو الرجال بصمات والنساء لمسات. ما تعتذروش بحاجه اخرى اللي هي معناها الزمان توا وقتنا معناها وقت صعيب واولادنا قد ما نحكيو معاهم ونعطيوهم شويه عليهم. عودوا الى بيوتكم واشبعوا حبا وقربا من اولادكم، العبوا معهم، قصوا عليهم قصصا تنمي فيهم الفضائل، واستمعوا كثيرا اليهم. اتركوا من اجلهم ومن اجلكم هواتفكم، وتفرغوا من اجل هؤلاء الابرياء من بعض مشاغلكم، اوقفوا الدنيا كلها من اجل فلذات اكبادكم، وتذكروا اللي نهار اخر انت باش تمشي وكي الصغير باش يقعد باش يقول ربي اغفر لي ولوالدي اللي هي ما تعوضكش بفلوس الدنيا الكل. نعم، واللي هو ان شاء الله كل عام خير. هذا نجم يكون فرصه ريت فيه كوتي معناها ايجابي، فرصه باش تلم العائله وتقعد مع بعضها. اكيد اكيد، وهذاك المشروع اللي باش نخدموا عليه وكان ابوهما صالحا ان شاء الله يا ربي، وولد صالح يدعو له، كذلك مشروع اخر نخدموا عليه. كل عام وان شاء الله الامه شاء الله الاسلاميه بخير، ان شاء الله يا ربي ثبتنا يا ربي، تقبل منا رمضان وبلغنا ان شاء الله رمضان القادم يا اكرم الاكرمين، باش نشوف وليداتنا الصغار يعيدوا عليكم. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يعيش النساء، النساء عيدكم مبروك قناة الزيتون. ان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله كل عام حيين بخير، وان شاء الله الامه الاسلاميه كل بخير، وربي بعد علينا هالبلاء اللي بعثوا لنا ربي، ان شاء الله ربي يبعدوا علينا وكهرب. كل عام وانتم حيين بألف خير قناة الزيتون. ان شاء الله عيدكم مبروك قناة الزيتون. كل عام وانتم حيين بخير قناة الزيتون. ان شاء الله عيدكم مبروك سنين دائما قناة الزيتون. كل عام وانتم حيين بخير قناة الزيتون. كل عام وانتم حيين بخير قناة الزيتون. ان شاء الله رمضانكم مبروك واحلى احلى احلى قناة الزيتون. الله يعين.